نعم خير. شو؟ من جبت هالحكي؟ بس هذا حكي خرج الواحد يتكل عليه؟ شكلك ما كتير متأكد. طيب طيب مع السلامة. خير شو في؟ شو الموضوع؟ عم يحكي قطش بالحشبان. ايه شو يعني شو في؟ قال عرف مين الشخص اللي كانت معه ربا. أخوه قال له يخبرني مشان أتصرف. مين؟ ما بعرف إذا بتعرفهم. في بيت ببنايتنا بيتأجر. إيه؟ ابن لصاحبة البيت، زياد اسمه. أيوة معقولة؟ هلأ أنا بيني وبينك حاطه بالقائمة، بس لقوي تشد إيدك يعني ما كتير مركز عليه. بس المهم كان في عندك شك. من شو؟ كانوا أصحاب يعني؟ لك لا أصحاب ولا شيء، ملتقيين كم مرة بالبناية. ليش ضل حدا ما فكرت فيه؟ طيب شو ناوي تعمل هلا؟ شو بيعرفني؟ فوتني بالحيط أخو الستين. خلينا ساكتين. قال أخوه قال له رفيقه إنه بزماناته شاف واحد نازل من عند روبا لما كنا بالضيعة وقت العزا. شبكي وليه؟ شبني؟ ما فيني شي، سلامتك. ولشو عم تحكي معي بهالنبرة هاي؟ شبه النبرة تبعي؟ نبرة إعجاب. أنا شو بدي أحسن من هيك أخي أدبني ويربيني إذا أنا بقول كلمة لشب؟ ليك يا وليد؟ ليك أنت ولك! ورحمة أبي إذا بتمد إيدك علي ما بتعرف شو ممكن يصير فيك! وهي مديتها؟ مديتها أرجيني لأشوف شو رح تعملي حضرتك! وحياة الله لا لا لماما! اللي أنت هلا بتعرف قديش رافعة راسها فيك! إيه وهي اللي مش عمالتي تقليلها للماما هاي يا عين الماما! مفكرة حالي خوفتيني وليه؟ مفكرة حالي خوفتيني يعني؟ مفكرة ما بكسر لك راسي؟ اسمعي شوي، إذا كنتي مفكرة إنه هالقصة اجتك من عند الله وعم تقولي لحالك زياد ما عاد يقدر يحكي معي فبتكوني غلطانة كثير، لأنه بحكي وبحكي وبحكي. أنا رجال بي رجال وما في شي بيعيبني، وإذا صح لك هالمرة تعلي صوتك علي فبهنيك بهنيك كثير على هذا الموقف الشجاع تبعك. بس مرة ثانية والله العظيم والله العظيم بشد لك راسك من مكانه. عم تفهمي ولا عم تفهمي؟ يلا خاطركم. الله معك، مع السلامة. وينو لعنا؟ عيدية إن شاء الله. يلا مساء الخير أخ سامر. أنا أم زياد صاحبة هذا البيت. أمو لزياد؟ يا أهلين والله. في مجال أحكي معك كلمتين؟ واضح إنه في سوء تفاهم وفي شي واصلك غلط، ممكن تتفضل نحكي شوي؟ من بعد إذن الست نبيلة طبعاً. طبعاً طبعاً، بيت بيتكم، أهلا وسهلا، تفضل. ماشي. حبيبتي اتصلي بأمير قولي له خليني انزل شوي. يلا. شوف ما بدك كل العصبية، حل بالوقت كل عمرك رايح. لك أمير، يا أمير يلا بسرعة قوام. بابا يعني ماني عرفان شو لزوم ما نزلتك معي، شو أنا ولد صغير؟ يلا شرف خلصني بسرعة قوام قلت لك. طيب فهمت إنك بتتنكرزي منه، بس ولا مرة شرحتي لي ليش؟ لك هذا واحد حقير، حقير. احكي لي شو بدك بهالسيرة؟ خلصنا قصة وراحت. يو يعني في قصة؟ وأنا عم أقول موقفك منه مو بس مشان ربا، في شي احكي لي. لك القصة نهلا اصحك ها، ما بتجيبي سيرة لحدا؟ أنت ما بتعرفيني لما أوعد وعد. لك صار كذا مرة يلمح ويناغم يزدت لي كلام حلو على أساس إنه حلو، كل ما لقاني على الدراج أو كل ما فاتت ربا مشان تعملها فنجان قهوة. كلام حلو إلك أنت رفيقة مرته؟ على أساس هي أول مرة بيخبص مع رفيقة لمرته؟ ما صايرة قبل؟ ما بعرف، ما عندي فكرة. إيه وبعدين شو صار؟
ما صار شي، شو بده يصير؟ بس لما كانت تلميحاته ممكن تكون مؤكدة كنت أعمل حالي مو فهمانة وطنش. بس في مرة طلعت لعند ربا، دقيت الباب وفتح لي، وعلى قد ماله حقير ما قال لي إنه هي مالها هون. فتت أنا، ولما طلبت منه إنه يخبرني قاعدة مستناها قال لي هي مالها هون. قلت له ليش ما قلت لي؟ قال يلا فرصة مشان أحكي أنا وياك شوي على رواق. وبلش بقى بده يعني وعيها وعقلها على أساس مشان معاناته معه. بلش يقول لي إنه أنت اللي برتاح معه، ويا ريت لو مرتي كانت مثل ربعك بس، وشو كان همي لو كنتي أنت اللي معي. لكو تدميع عيون، أنا بس بدي أفهم شغلة، إنه هالبشر كيف بيقدروا يدمعوا عيونهم هيك بهاي الطريقة وبهالسرعة ما عم أدرفها. وبعدين بلش يحكي بشكل واضح وصريح ومباشر إنه هو كتير متضايق وفائد الأمل إنه مرته تنصلح. وقال لي إنه إذا بقبل أعمل معه علاقة بيكون كتير مبسوط. حيوان الكلب، وإنتي شو رديتي عليه؟ قلت له رح أعتبر حالي ما سمعت ولا شيء، وما رح خبر روبا مشان ما تنخرب بيناتهم. وسمعته هيك كلمتين مرتبين اللي بيحبون قلبك. قام بلش بقى تبع لا 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 والله فهمتيني غلط، وأنا كان قصدي على المشاعر اللي بقلب البني آدم اللي ما بيقدر إنه يتحكم فيها. ومن هاللعي طبعا تركته عم بلعي وحملت حالي وقمت لأنزل. عم حاول يمسكني من ايدي ومشان شو على الاساس مشان يشرح لي قصده، وحاول يطول كتير على اساس انه هو عم بيحاول يشرح لي. عشوي كان رح يحاول يخليني بالقوة لولا اني هددته اني رح افضحه بالبناية كلياتها. يخرب بيته. وانتي عن جد ما خبرتيها لربا؟ لا طبعا لا، وليش لحتى خبرها؟ انه على اساس مشان تعرفوا على حقيقته، ما هي بتعرف من زمان. شو عم يصير برا؟ استهديني. تخيلك انت وحديثهم بقى كل القصة يا أخ سامر عبارة عن وجوه ما انشافت منيح بالعتمة. يعني انت فكر فيها بعقلك، معقولة مرة ميتة من الرعبة ترجع على نفس البناية اللي كانت فيها؟ معقولة؟ يا مدام ما اختلفنا، بس ابنك شو كان عم يعمل ساعة؟ للأسف 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 هذا الحكي مزبوط. أه؟ مزبوط، الله يصلحه. على كل حال أنا في إلي بعدين حديث معه حول هذا الموضوع، بس حابة أوضح شغلة صغيرة. البنت اللي كانت معه مروبة، صدقني بشو بدك أحلف لك؟ لا 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 تحلفي لي ولا شيء، أصلاً أنا مو فايتة بمخي إنه روبا ترجع البناية، ما بتسترجي. بس شو مشان الشاب اللي شافه أمير نازل من عندها بالليل؟ وليش ما طلع من البناية؟ أمير قال عن آخر يوم بالفحص تبع السنة الماضية، وهذا الشيء بتذكره كأنه مبارح. نحنا كنا عم نستنى ميس لحتى تخلص فحص منشان نروح على بيروت لعند أختي، ورحنا ثلاثتنا أنا وزياد وميس، ضلينا هناك ثلاثة أيام. يعني الليلة اللي أمير شاف فيها حدا نازل من عند روبا كان زياد معنا ببيروت وقدام عيوني. وأنا ليش لازم صدق؟ ما حضرتك أمه وأكيد رح عفوا ثواني لو سمحت ثواني. نالا وينا؟ ناديله الله يخليكي. نهلا تعي شوي. حبيبتي بآخر يوم فحص تبع السنة الماضية، ميز شو عملت بعد الفحص؟ لك ايه والله تذكرت، كنت بوقتها مسافرين على بيروت وناطرين ميز لحتى تخلص فحص مشان تمشوا دغري. ومنو هذا اللي شفته لكان؟ ما بعرف، معناها مانو زياد. بس انتي لما حكيت لك القصة ليش ما قلتي لي انه كانوا مسافرين؟ والله لو ما خالته ام زياد ذكرتني ولا كان رح يخطر لي. شو مخي دفتر يعني؟ مين بده يكون؟ العمى. ليش ما طلع من البناية؟ اخي سامر اسمح لي بكلمة. عفوا عفوا استاذ عمر ثواني لو سمحت، انتو نسيانين انه بوقت البيت كان مأجر؟ يعني هذا اللي ما طلع من البناية واللي عم تقولوا انه هو زياد، لنفترض انه هو زياد، طيب وين راح؟ نام عند المستأجرين يعني؟ وقتها مين كانوا المستأجرين؟ اختين. قعدوا ست شهور
لبين ما ينفضوا بيتهم وبعدين مشيوا. مزبوط، تذكرت كانوا اختك كانوا لحالهم شيء. ايه لحالهم شو بنا؟ مزبوط مزبوط، عم بتذكر انه كان لح، بس مدري ايش خطر على بالي انه معهم حدا و... عفوا استاذ عمر، كنت بدك تحكي شيء؟ شو كنت بدك تقول؟ لا ما في داعي اقول شيء ابدا، صار واضح انه ابن للست ام زياد ما له اي علاقه بالموضوع. هذا ابني وبنتك بدهم قصقصة لسانات مو هيك؟ اي والله. والله انا ما دخلني ابدا ابدا، يعني انا قلت من البدايه انه ما شفت ربا، بس هون الاخ فسر على كيفه. حصل خير حصل خير، انا اسف انه امير هيك فكر، غلط، ما في حدا ما بيغلط، كل شيء بيتصلح. انا تاخرت لاحسن لازم امشي. المهم اخ سامر صدقتني ولا لا؟ صدقتك صدقتك، خاصة بعد ما ذكرتي انه البيت كان مأجر. بتصير. ممتاز، بقى دور على غريمك، وإذا كان في حدا أصلا يا ريت يضل الموضوع بعيد عن بيتنا. الله يخليك ستي، في ناس غريمون ببيتك، إذا مو أنا غيري. شو قصدك؟ قصدي أهل المرأة اللي كانت معه. أستاذ سامر هذا مو موضوعك، موضوعي أنا وأنا اللي بحله بالإذن. يلا كلياتنا ماشيين. ماما ماما خير؟ ماما خير؟ شوفي هذا زياد ضربني بغيابي. ضربي؟ ليش ضربي؟ لأني قلت له إنه بعد اللي عمله ما عاد خرج يعمل فيها إنه عم يربي أخته، عم نزل في نية العادة يفرجيني إنه ما في شيء بغير. شو بك يا أمي؟ من إمتى بتفوتي علي بهالطريقة؟ أنت بتخرس تخرس نهائياً نهائياً، عم تفهم؟ أمي عم ترفعي إيدك علي؟ لك ومالي أمك وما بيحق لي. إيه عم برفع إيدي ولأول مرة برفعها. وقت اللي كنت صغير ما ضربتك، بس هلأ لازم تنضرب منشان تخرس وتحط راسك بالأرض كمان. خليتني وقف قدام العالم بموقف الدفاع عنك منشان شو؟ تعرف؟ منشان ما يأذوك، مع انك انت اللي عامل كل هالشي ومن وراي وبالاخر جاي عم تضرب اختك؟ امي انا ما حدا بيرفع ايده علي. ها ناولني مفتاح البيت. شو؟ ناولني مفتاح بيت التصافي. شرفي اساسا ماني بيعازته. بعرف ما رح تعجز، دبر حالك، بس أنا اللي رح أعجزك، أنا اللي رح خليك تعجز. أعطيني مفاتيح المحل. بالله شو؟ مثل ما عم تسمع. لا ستي بقى، أساساً بالمحل وببيت التصافي وبهذا البيت أنا لي أكبر حصة وما حدا بيقدر يقلعني. روح ارفع دعوة. إيه؟ أنا عم بتعدى على القانون بسلطة أهم من القانون، سلطة الأم. سلطة الأم على ولد طلع فاسد وبلا ترباية. أعطيني مفاتيح المحل. عملك أعطيني إياهم. ما عم صدق ما عم صدق، عن جد ما عم صدق. أمير عملت جرثة بالبناية وكنت بجوز تسبب بجريمة كمان. جريمة؟ والله أنا عم قول سجنوني. ها عم قول هيك يعني عن جد أنا مجرم، حاجة تبالغي وتبيضي وش قدامها أساس عم تدافع عن أخوها. آسفين منعتذر، غلطنا بحقك. أنا حبيبتي لا حكيت زيادة ولا حكيت نقصان، اللي شفته حكيته. إذا صاحبك مركب الفكرة براسه هيك فأنا مو ذنبي. عن جد أمير أنت صاير ما بتنطق، بعدين شو هي صاحبك ما صاحبك؟ ايه صاحبك لك مو صاحبك؟ شو يعني ناويين تتزوج ونحن مو دريانين؟ هسفين منعتذر، بس الله يوفقك، قولي له لبقى ينظر علينا وشو شو في عنده بالاول، يعني على فرض انه اخته مو مصاحبه زياد، انا بقص ايدي من هون اذا مو مصاحبه 1000 واحد على جوزها.
لا خلاص انت كتير تغيرت امير. ها قوم روح لعند رفيقك، قوم ناطرك، قوم تتهنى فيه. ماشي الحال، رح روح لعند رفيقي ويتهنى فيه، واعتبروني مصروف من هاي الشله العظيمه. اوكي اوكي سلام. الله معك. امي روحي لعنده، حرام ليكي قدام اخوك. شو استاذ؟ بدك تضل معك طايقني؟ قلت لك انت ما لك سن، بس انا اعصابي تعبانه شوي. لساتها تعبانه وائل؟ يعني الكل اقتنعوا انه القصه تركيبه وما نصح؟ ما نصح انه زياد، بس في حدا. ليش يعني؟ بس لانه السيد امير شاف حدا نازل بهداك الوقت من البنايه صار خلاص يعني؟ يا اخي ممكن يكون له الف تفسير، ممكن يكون جاي زياره لعند حدا بالبنايه، او حتى ممكن يكون حرامي. لك ايه ليش عم تضحك؟ مو معقول يعني يكون حرامي؟ ممكن يكون حرامي. ايه والحرامي بضل قاعد بالبنايه وما بيطلع منها؟ هلا امير وقف على البلكون، استنى شوي وفات، قضى كل الليل على البلكون يعني؟ ممكن يكون هذا الحرامي كان نازل، خاف من شيء قام رجع، طلع لفوق وبعدين لنزل وما شافه امير. يعني والله يا وائل ما بعرف شو بدي اقول لك، بس انه يعني نتهمها لربا بس لانه امير شاف حدا نازل من البنايه بهداك الوقت، ما بنعرف من وين ولا كان عند مين، يعني والله الله ما اعلم. يعني انت مقتنعه انه ربا مظلومه؟ لك طبعا وائل طبعا، مظلومه وبريئه على الاقل من هذا العلاك المصدي اللي عم ينحكي عليها. بعدين ولو يا وائل هي اختك، يعني اذا كل الدنيا قسيت عليها انت لازم توقف بصفها. شو بلا شو يعني الكل بتاكل عقلهم بهالكلمتين؟ مو كلمتين يا وسام، مو كلمتين، البيت طلع مأجر بوقت اللي شاف امير اللي شافه. لك حتى سامر اقتنع. ولك شي بيهوي؟ ليش هذا صهرك سامر رجال؟ اعطيني الرقم، اعطيني انا بتصرف. ما رح اعطيك اياه، قلت لك اصلا ما بترد الا علي. كثير منيح، اطلب لي اياها وانا بحكي معها. لك يلا روق حبيبي، روق شباك. امي هي كلمة روق ما بدي اسمعها بالبيت، رح موت على ما نعرف مين الكلب اللي دايرة معه، ولما وصلنا إلها بدكم تموتوا القصة؟ يلا ما حذرتوا، ما حذرتوا بنوب، عم تفهموني؟ قوم يلا، يلا اطلبها تحرك. ما رح اطلبها، وشو ما بدك تساوي ساوي، ما رح اطلبها. اسمعوا لا لك خلصنا بقى، لك والله العظيم فرطت أنا، رحموني. أمي والله العظيم أنا ما عاد فهمتك، أنت شو بدك؟ يعني لسه بدك أنا نلاقيها ونغسل عارنا ولا لا؟ أمي احكي مشان الله احكي، فهميني شو بدك. شو بدي فهمك؟ إن شاء الله بتموت على قهوة نسبها. لكن ليش أنا حاسك تغيرتي؟ لك أمي، لك أمي أنا من خوفي عليك وعلى أخوك ما بدي إياكم تخسروا بعض. والله والله قلبي ما عاد متحمل مصيبة تانية. انت بتستاهلي يا حبيبتي، بتستاهلي كل خير. لا بس بدي تفاصيل اكثر. ايه معلش مو اليوم. طيب اوكي، ليكي لا تنسي تسيفي رقمي. اوكي يلا باي. صافي ايه. شو القصة؟ هي نادية عم تحكي لي عن امجد. حلو، شلون طمنينا؟ هلا شو بدي طمنك؟ لك على رفيقي انه بدي اعرف البنت اللي طاير عقله فيها طاير عقله فيه مثل ما هو ولا لا. صوتها كان عم بيرقص من الفرحه. بدي احكي مع وائل. لا تعمل وسع علي الله يخليك. موبايلي هاد ما دخل. شبك شوفي شو صار. لك شو صار؟ شوفي ربا خلص خلص طول بقى. خلص ربا لك بس فهميني شو صار. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا اهلا. حضرتك حكى معك مصطفى فؤاد؟ حكى معي بس باختصار شديد، الحقيقه ما حسيت كون فكره.
يا ريت حضرتك تشرحي لي، بس قبل ما نبلش شو بتحبي تشربي؟ Can I have Turkish coffee please؟ اوكي. اثنين قهوة كيف تشربيها؟ وسط بليز. وسط ايه؟ يلا بسرعة. اهلا وسهلا مدام. مادموزيل لو سمحت. اهلا وسهلا مادموزيل. بحضرتك. تفضل. اكشولي انا حكيت مع مسيو فؤاد لحتى اقدم اوفر صغير للتعاون بين شركتنا وشركتكم، فهو قال لي انه المفروض احكي مع حضرتك بداية لحتى اشرح لك كل شيء. انا حابة اعطيك بس هيك ايديا صغيرة عن شركتنا وعن شو بتحكي، لانه اكيد ما بتعرفوها كونها هي كتير جديدة بالسوق. تفضل. يلا ماشي. طيب دير بالك على حالك. مع السلامة. شو؟ ما بده هذا الظاهر حابب يقعد لحاله، بس صوته ماشي حاله يعني ما في مشكلة. تعرف شو؟ هي نادية هيك معه عم تدلله منيح كأنه مجنونة؟ تطلعي نساء؟ بركي صار ما صار. لك لا تخافي وراكي رجال انتي، شو بده يصير يعني؟ ايه بطلع. بالله عن جد عم تحكي؟ عن جد عن جد؟ ايه عن جد. طيب بتعرفي شو بدك تلاقي لنا هيك شي محل تبع اولاد الزواج، لانه انا ما بحبهم فما بعرف ولا محل. محل من تبعات اولاد الزواج متاكد؟ لك ايه هذا المحل تبع انه في موسيقى وجراسين لابسين وشموع وطاولات هيك حلوه، يعني هي الحركات. ما على اساس ما بتحب هي الاجواء؟ لك ما اختلفنا اني ما بحبها، يعني مرة بالسنة بالسنتين حلوة ما بتضر. اوكي حضر حالك على شغلتين، اول وحدة بدك تلبس طقم، ثاني وحدة جيتك بدك تكون مليانة. هلا ما احنا مشكلة يعني انه بيت السبع ما بيخلع، شغلة 500-600 ليرة ما بقدر بس انه طقم بلاها الطقم ما خرج. طب مو انت حابب تلعب اللعبة؟ العبها للآخر. وافقنا. لك لحظة بطل. ألو مساء الخير. لا 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 شو الظاهر ما سيفتي رقمي؟ ايه بلاها استاذ سامر، خليها سامر حاف بالاجتماعات قدام الموظفين بالشي الرسمي استاذ سامر، بس برا بلاها الله يخليكي. لا انا ما بحب الرسميات وبشكل عام بحب كسر الحواجز دغري. ممتاز، معناتها شو رايك الليله تقبلي دعوتي على العشاء؟ طالع بتجنن هيك بطير العقل، شكلي عشانتك انا. عمي نحن بالبقالنا كل شيء. شوي عمي وما عمي. بدك تلعب اللعبه العبها للاخر، كلاسي بكل شيء حتى بالكلام. اوكي وي ار ابي البقالنا اكثر من يو ار. فكرة بطش أنا شوية إنجليزي. يا الله ما أحلاك.
ليك يلا بس اجيب الليستة تبع الاكل. شو هاي ليستة وما ليستة؟ منيو منيو منيو. بس اجيب المينو تبع الاكل. حفظها صح. منيو. شو ها؟ منيو. مين هذا الصحيح؟ بس اجيب الليستة تبع الاكل، انت اطلبي اكل لانه انا محسوبك بالمرة ما بفهم باكل هذول الناس. تكرم عينك. شكرا. ليكي انا رح احمل حالي اني عم بقرا، بس انت اطلبي الاكل مشان ما افضحك. اوكي شو خطر على بالك انه تكون السهره بهيك مكان؟ ولا شيء، تغيير شكل. انه يعني هاي المحلات مثلا ما انخلقت مشان الناس مثلنا؟ بكشي مقتدر. لا لا ربح شيء هي شغلة مقتدر على جنب. انه يعني هاي المحلات وهي الشغلات اللي مين عملت بس الحرامية، بحق له الواحد بين وقت والتاني يجرب هيك شيء. انا زلمة بحب الدنيا، يعني بحب هيك قعدات، وبنفس الوقت بحب اكل فول وبصل على مدي عربي. انا بحب كل شيء والحياة حلوة ربح. يعني انا الحقيقة بكره التعقيدات الموجودة بهيك محلات، لأنه الواحد بصير مرسوم رسم وأنا ما بحب هالقصة. مشان هيك قليل لحتى أطلع هيك طلعات، بس بتصدف وحلوة كتير، زي بتوع السيمة على قولة المصاروي. بيلبق لك حبيبي بيلبق لك، وليكك طلعت شاطر بقصة الشوكة والسكينة. ايه ضبضبي بعلمك إذا بدي. لك شو عم تحكي لي؟ حبيبي إذا بدك تلعب الجيست للآخر بدك تقيمني ترقصني على هاي الغنية. وجب. شو هاي وجب؟ قلنا لك لعب اللعبة للآخر. كلاسي خليك كلاسي. فور شو؟ ليكك طلعت بتعرف أكتر من ويقار. قومي قومي نرقص، بدك تعلمينا الحضارة آخر الزمن. شرفي. لعادات ولاد الزواد. ما ماني شايفة غيرك انت، ولا حاسة بحدا غيرك انت. انا مبسوطة فيك كتير. ماني مصدقة كل بحياتي كنت مبسوطة أدرب عاي الليلة. طاير حقلي عن جد. صلاح عن جد حبيبي، حاسة حالي بدي أركض بالشارع، بدي أرقص، بدي غني، بدي صرخ، بدي أقول إني أنا بحبك. حاسة حالي طايرة. إذا ما بيكون بحياتي في غير هاي الليلة أنا بلاني. وأنا كمان كثير مبسوط. أنا بحبك. شو قلت؟ شو قلت؟ قلت أنا بحبك. لا مو معقول. حياتك. لك لا جدك هيك؟ أنا بحبك. لك يا الله شو هالليلة المجنونة هاي؟ معقول في سعادة هالقد؟ مالي عرفانة شو بدي اعمل لك. انا مبسوطة مبسوطة مبسوطة. شكلي وطي صوتي فضحتيني شبيك. ها
حاضر رح وطي صوتي، بس مبسوطة 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 قد الدنيا كلها. شو في أكبر من الدنيا؟ أنت عن جد ما بتنعطي وش على فكرة. طيب مبسوطة مبسوطة شو أعمل؟ لك وأنا مبسوط، أنا طاير عقلي، حاسس حالي ملك الدنيا. أنا قدرت أسعدك، يعني شغلة كتير جديدة علي. أنت بدك آخذ منك أنت، أنا بتحدى يكون في رجال بالعالم مثلك. تعبت بدي نام هون. هون؟ ليكي أنا مخبي عليك شيء على فكرة. شو هو؟ أنا بحبك. أنا مبسوطة مبسوطة مبسوطة. لا يا ميت اهلا وسهلا. هاي كيفك؟ الحمد لله، ان شاء الله ما يكون صار لك زمان عم تستني. نو نو ما صار لي الا 5 مينتس بس انا كثير بعتذر اني اجيت بلا موعد، كنت حابه اروح اجي بقى. ولو شو هالحكي يا عيب الشوم، انت ما اجيتي اهلا وسهلا فيكي. شو بتحبين ضيفه؟ قهوه وسط. اوكي تين قهوه وسط. I'm really really sorry about yesterday. Believe me, لو ما كنت مرتبطة بموعد مسبق تاني كان بيسعدني إني لبي دعوتك على العشاء. No problem. ما تاكلي هم. شو عندك هلا؟ Sorry؟ اليوم قصدي اليوم. والله اليوم أنا مدعوة لحضور افتتاح لمعرض تصوير فوتوغراف، بس إذا بتحب تشرف معي هاد شي بيسعدني كتير. مع إني والله ما بحب هاي قصة الصور والمعارض، بس معك بروح على الموت. بظن رح تغير رأيك. Done. ما قلت لي شو رأيك؟ حبيت؟ ايه والله بصراحة ما كنت مفكر هيك معرض التصوير وكذا. شلون هيك يعني؟ كنت مفكر انه الشغلة هيك تبع ذكريات، وواحد بيتصور واحد اثنين ثلاثة وبيكبسوا الصورة شي عم يضحك وشي كذا هيك يعني. وشو رأيك بعد ما شفت المعرض؟ رأيي انه افتصت من جوعي. شو رأيك نروح ناكلنا لقمة؟ ايه يلا امشي. بتحب نطلع بسيارتك ولا بسيارتي؟ لا لا منروح تمشاية، في مطعم قريب هون بعرفه. شو رأيك؟ يلا شرفي. صلاح حبيبي، قبل شي ساعة سكرت التليفون معك، قلت لي إنك مانك جاية تتغدى. بعد تليفونك بعشر دقايق صارت معي شغلة ما رح أقدر أشرح لك إياها. آسفة إني ما رح أقدر. هالشغلة هي اللي خلتني قرر أترك بيتك وأطلع من حياتك. صلاح، أنا بحبك حب يمكن ما يكون صار مثله بالعالم. أنا بعشقك، بعبد الأرض اللي بتمشي عليها. أنت اللي خليتني حس إني مرة. أنت الوحيد بهالدنيا اللي ساعدني لملم شقف حياتي وأجمعها من أول وجديد. أصحك تفكر إني عم برر لحالي الشي اللي ساويته. اللي ساويته غلط، بعرف إنه غلط، بس صدقني صلاح ما في حدا بيحب يغلط هيك بس لأنه بيحب يغلط. والدليل أنت والشي اللي صار بيناتنا. في ناس بهالدنيا بيحرضوا البني آدم المنيح اللي جواتنا إنه يطلع، وفي ناس تقتله. ما بعرف لولاك وين كنت رح روح، شو كان رح يصير فيني. بيني وبين حالي وقت اللي كنت فكر فيك حس إنك وهم، حالة هيك مثل السحر، رح يجي يوم وأصحى وما لاقيها. كنت خاف، أحياناً كنت ما نام الليل من خوفي أني فيق ولاقي هالوهم رايح، بس كل مرة كنت فيق لاقيك جنبي، كل مرة كنت حس أنك فرصتي الأخيرة بهالدنيا. بعرف أنك تعذبت كتير معي، بعرف قديش تحملت، بس أنا كنت كل الوقت عم خبي لك حالي، عم خبي لك ربا الحلوة اللي أنت بتستاهلها،
بس للأسف يبدو ما مشي الحال. المرة اللي كنت كل الوقت عم أقعدك فيها طلعت ضعيفة، كل شي عملته كرمال رجعها ما قبلت ترجع، لهيك كان لازم روح. صلاح، أنا هديك الليلة لما التقينا ما كنت عم خون جوزي مع شيء، لا أنا كنت مع واحد تاني. تخيل يا صلاح، تخيل أنا بنفس الوقت اللي كنت عم خون جوزي فيه مع واحد كنت مفكرة حالي إني بحبه، بنفس الوقت كنت عم خون يلي حبيته. مرت أيام ظنيت فيها إنه الحياة عم تعطيني فرصة، وهلأ اكتشفت إنها كانت عم تعاقبني. باللحظة اللي حسيت فيها إنه صار فيني بلش من جديد، رجع طلع لي الماضي الوسخ تبعي. بعد 10 دقايق من تليفوننا الأخير، من آخر مرة سمعت فيها صوتك، صلاح أنا ما بستحق شي من هاد. بارح لأول مرة قلت اللي بحبك، أنا ما بستاهل ولا أنت بتستاهل. أنا خلص تارك كل شي ورايحة على مصيري، بحبك لآخر لحظة بعمري، بحبك بحبك بحبك. ليش عم تحكي؟ لا لا ما في شيء. والله ليش عم تحكي؟ لا يعني ما في شيء، بس عن جد خطرت لي هيك فكرة غريبة شوي. شو هي؟ ما بعرف، بس يعني كأنه نحن مستعجلين شوي. قصدك بالأكل يعني؟ لا مو بالأكل. لكن بشو؟ خلص إذا ما فهمت علي ما في داعي كمل. بصراحة؟ طبعا فهمت عليك، فهمت عليك كثير منيح، بس وين المشكلة؟ لك أبدا ما في مشكلة، بس يعني اللي بيشوفنا مبارح بالمعرض وبعدها عم نتعشى سوا واليوم عم نتغدى سوا ما بيقول هدول صرهم بس يومين بيعرفوا بعض. مزبوط، بس أنا بشوف هذا أحسن شيء عم نعمله. إنه شو؟ مين قال إنه أي اثنين بيتعرفوا على بعض لازم يمر عليهم أشهر قبل ما يطلعوا يتغدوا مع بعض أو يروحوا مشوار؟ ومين قال إنه لازم يمر عليهم سنين قبل ما... قبل ما شو؟ قبل ما يتعشوا مع بعض. أنت محتالها؟ Thank you.
ناطر حدا ولا بقدر اقعد جنبك؟ ناطرك. هات لشوف شو هو الموضوع الملح والخطير جدا اللي جبني مشانه كرفتي. بصراحة؟ طبعا بصراحة. انت الموضوع، وجودك هون هو الموضوع. سكران؟ فيك تقولي مزهزة. حلوة هي مزهزة. عجبتك؟ عجبتني. يلي عجبني أكتر إنه تحب تشوفني وأنت مزهزة. إذا عم دايك فلتها. أبدا. يلي ممكن يضايقني هلا ويزعجني إنك تطلب إذن لتعمل اللي حابب تعمله. عن جد عم تحكي؟ لا قولي عم بمزح. لا خليكي عم تحكي عن جد، بيلبقلك أكتر. بس أنت اللي ما بيلبقلك. شو سويت؟ ما سويت شي، بس يعني عيونك لمعوا بطريقة غريبة. هاي اللمعة بالذات ما لازم تخوفك. مين قالك إني خفت؟ لكن ليش هربتي؟ يمكن هربت مشان تلحق. شو عمل؟ ماما بس الواحد يجي يدق الباب ويقول أنا رايد بنتكم، بقول أنا فلان وعيلتي كذا وبشتغل كذا، منشوف إذا بناسبنا ولا لا. أمجد إجا قال أنا أردني وعيلتي أردنية وأمي فلانة وأبي فلان، قلنالو أهلا وسهلا وحبينا، بس هذا الحكي كله طلع كذب. يعني لازم يدق بابنا من أول وجديد ويقول أنا اللي ربوني عائلة أردنية وأهلي أصلاً سوريين وجابوني بالحرام وباعوني وهلأ أنا ما بعرفهم، وهذا الحكي ما بناسبنا، ما بناسبنا ابنهم. إيه بس ماما يعني هنين بحبوا بعض وهذا أهم شيء. يضرب الحب ساعته. لك شو رح أعمل بالحب أنا إذا عمومكن وعماتكن عرفوا الحقيقة؟ هن من غير شيء مو عجبهم العجب بتربايتي. شو بدي أعمل بالحب إذا سيرتنا صارت على كل لسان بين الجيران والقرايبين؟ لك شو بينفعون الحب إذا طلع كل واحد من دين؟ لك ممكن يكون بالشرع في شيء بيمنع جوازتهم. ماما بس والله حرام، يعني خليهم. شو عم تحكي أنت؟ شو خليهم وما خليهم؟ أنا وأمجد مستحيل نترك بعض، يعني مو واردة حدا يخليني ولا ما يخليني، خلاص هذا الموضوع منتهي. ما حدا رح يخليكي؟ يا عليلة الأدب يا عليك التهذيب. صراحة ما بعرف شو بدي قلك. فاجأتك ما؟ هلأ مو كتير، لأنه سبق وقلت لك أني حاسة أنه اتنيناتنا مستعجلين، بس ما توقعت نكون مستعجلين لهالدرجة. وين المشكلة نكون مستعجلين؟ هلا صاين نحن مالنا زمان متعرفين على بعض، بس واضح انه الانسجام اللي بيناتنا كتير كبير والكيمياء كتير عالية. بعدين تعي لقلك بصراحة من الاخير، نحن مالنا بالعشرين، يعني لما يكون واحد بالعشرين معه وقت يفكر اكتر، بيتونون بيغير رأيه، بس اللي مثل وضعنا كل ما عجلوا اكتر وكل ما حسموا امورهم اكتر كل ما استمتعوا بحياتهم اكتر. معك حق، وأنا ما بخبي عليك سامر، أنت شاب ممتاز بتجنن وأحسن بنت بتتمناك، وأنا كتير مبسوطة معك، ومو بس مبسوطة أنا معجبة فيك كمان. إيه؟ حابة كتير إنه نطلع هيك مع بعض أكتر
نتعرف على بعض أكثر ونشوف إذا ممكن يصير انسجام بيناتنا. بس بس شو؟ بس قبل هذا كله أنا عندي بس استفسار واحد ما في غيره. شو هو؟ قولي تفضل. أنا حابة أعرف بالضبط قصة انفصالك عن مرتك. أيوة. شو؟ بزعجك الموضوع؟ لك لا والله مو قصة بزعجني، بس أنا هذا الموضوع بفضل انساه أو اتناساه إذا بدي. دقيقة، أنت بناء على الحكي اللي بدي أقوله بدك تقرري؟ نو سامر، أبداً أبداً ما له علاقة هي. أنا بقدر من هلأ أقلك أني موافقة، يعني بقصد أني موافقة نطلع أكتر مع بعض، نتعرف على بعض أكتر لنشوف قدي في كيميكال بيناتنا. أنا حابة أعرف بس لحتى أفهمك أكتر، يعني صراحة أفهم بقى هالقصة يلي صرت سمعانتها مليون مرة. شو سامعة؟ قصتك أنت ومرتك صرت سمعانتها 5 مرات وكل مرة بطريقة شكل. طيب قليلي شو سمعانة؟ طيب على الأقل آخر قصة شو هي؟ لا سامر، لا حبيبي، أنت يلي بدك تحكي لي وأنا بدي أسمع، وبس تخلص أنا بقلك شو سمعت. أمير شو؟ فاضي؟ خير؟ افتح بدي أحكي معك بشغلة. ما بتتأجر؟ لا ما بتتأجر، افتح. لك يلا. خير؟ شو؟ عم تدخن؟ عم نفخ تنفيخ ما عم ببلع. عم تنفخ يعني تقريبا بمعدل كم سيجارة عم تنفخ باليوم؟ ميادة نشان الله، ها عندك شي مهم احكي، ما عندك روحي خليني اكمل دراستي. يا ولاد تعال الغدا. انا باكل احسن شي اصلا ما يجوا. استنى شوي، في موضوع مهم بدي احكي فيه معك. إذا شي بخصك احكي، بس بدك تعملينا محاضرة عن مدار التدخين فالله يوفقك. ها لا حبيبي، ما بدي أعمل لك محاضرة عن مدار التدخين، بدي أحكي عن شي أضرب من التدخين. شو هو؟ الحشيش. شلون يعني؟ أمير أنت عم تحشش؟ لك عم تبكي؟ طبيعية انت؟ الحمد لله يا الله، خفت عليك، انا خفت عليك. يا ولاد يا اساسا شو اللي خلى هيك موضوع يجي على بالك؟ مجنونة؟ ما هو لانه انت كل الوقت مسكر على حالك الباب وما بعرف شو عم تعمل. لك يا مجنونة، انا لما بسكر الباب على حالي بكون عم دخن، بس بكون عم نفخ تنفيخ ما عم ببلع. بس قولي لي حشيش، ايش وانا حمار؟ شو رايكم نجيب لكم الغدا لهون؟ لا ماما يلا جايين. ايه يلا خلصوني. يلا ميادة. لك شو قصة الشرايط الحمر كترانين على راسها لأمي؟ تضرب ما خلصها. إذا كان حشيش يخرب بيتك، شو حشيش ما حشيش؟ قومي. في شي عم شي؟ لك ما في شي، قومي. سامر في شي ناقص بالحكيته. شو الناقص؟ أنت قلتي سمعاني، قلنا لك احكي ما رضيتي. لا أنا ما بقصد إنه كلامك مو صح لأنه أنا سمعاني شي تاني من برا، لا ما هيك بقصد. لكان شو؟ بدون ما تزعل؟ ما رح أزعل أحكي. سامر أنا بنت وبعرف منيح كيف البنات والستات بيفكروا، وهلأ استعد أحلف وأجزم إنه ما في مرة بالعالم بتحب بتخون. لك يا لينا شو عم كذب عليكي أنا؟ بتبلع عليها مثلا يعني؟ سامر نو، أنت عن جد ما عم تفهمني. أنا مصدقتك إنه هي خانتك، بس أنا اللي بقصده إنه لو بتحبك ما بتخون.
لكن ستي شي بيهوي من هيك شكالات منها ومن مشاعرها بالناقص. سامر انا ما عم قيمها للمره كلياتها، ما بتهمني، سوري منك، يعني انت اللي بتهمني، حابه افهمك الك. رح ارجع عيد من الاول، لو بتحبك ما بتخون، وبما انه خانتك فهي معناتها بطلت تحبك. سؤالي هو ليش؟ معناتها اكيد كان في خلل بالعلاقه، وبما انه انت جزء اساسي من هالعلاقه فبالتالي انت جزء اساسي من المشكله. اه بالله هيك طلع معي انه هي خاينتني وانا بدي دافع عن نفسي؟ لا سامر لا، بس انا بدي اطمن، هذا حقي، حابه افهمك. يعني مثلا انت شو كنت تعمل معها؟ بركي كنت تضربها تخونها مثلا؟ دي ادب، شو سمعانه؟ مين حاكي لك؟ اها معناتها كنت تضربها وتخونها. لك شو سمعانه؟ مين حاكي لك؟ شو حاكي؟ سامر اول شيء رجاءا وطي صوتك، نحن بمكان عام. ثاني شيء هي ما بدها زكا وما بدها حدا يحكي لي اياها، استنتجتها لحالي. يعني انا كنت عم بسالك عن اكبر شيء صاير بيناتكم، فطلعت فعلا عامل معها شيء كبير. حتى لو كان هذا الشيء صحيح، كل علاقه ولها خصوصيتها. طيب وبفرض انه خلينا نقول مثلا انه لو شيء بسيط هالقده صاير من هذا الشيء اللي عم تحكي، مو معناتها حيتكرر بزواجي الثاني. طيب ماشي، روق وريلاكس وهدي شوي. انا بدي اسالك، قبل ما تخونك وتتركها، شو كانت اعتراضاتك عليها؟ لك اهلين، كيفك انت؟ شو اخبارك؟ رائد بدي اسالك سؤال، انت شو شفت على امير بالضبط لحتى تحكي هذا الكلام؟ ايه انا حكيت معه وتاكدت 100% انه هذا الكلام ما هو مزبوط. لك شو بدك شلون تاكدت؟ هي اخي وبعرف امتى بيكذب وامتى بيصدق. طيب عندك دليل؟ شلون متاكد؟ ما انت امبارح لساتك عم بتقلي انك شاكك، مانك متاكد، بقى شو عدا ما بدا بالله؟ وليش ما بينحكى على التليفون؟ طيب 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 ماشي ماشي خلص اتفقنا. اهلين رائد، اهلين اهلين. أمجد بده يحكي معك. ألو؟ أهلين أهلين، أنت كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. معلش أقول لك شغلة، ممكن نأجل الحكي بهالموضوع؟ إيه والله عم يجعني راسي وأعصابي تعبانة. إيه إيه أنا برجع بخبرك. أهلين مع السلامة. لك توبري قلبي، أنا بعرف أنك أنت طيبة وقلبك كبير، الله يخلي لي إياك. لك يا أمي يا حبيبتي، أنا ما عندي شيء ضد الشاب، بالعكس هو أكابري ومهذب ومحترم. إيه هذا المهم، هذا مهم، بس مو هو الشيء الوحيد المهم. لك شو صاير لك اليوم؟ ليش متحاملي علي كل هالقد؟ لا الله يسامحك يا سامر، مو هيك القصة، بالعكس إذا صار في شيء جديد اليوم فهو إني صرت مهتمة أعرف عنك أكثر، كونه صار في شيء رسمي، مو تحامل أبداً. وإذا بدك أكون واضحة أكثر، أنا سألتك كل هالأسئلة لحتى برر لك تصرفاتك وأفهمك أكثر، وبنفس الوقت بدي أطلب منك طلب. أنت بتأمري أمر. تسلم لي سامر، أنا بدي أترجاك، إذا إن شاء الله صار نصيب وارتبطنا وبعدين بعد الارتباط حسيت إنك كرهتني، يعني هيك فجأة ما عاد حبيتني وصار لك علي اعتراضات مثل هي اللي حكيت لي اياها عن مرتك واللي خلاك تقسى عليها وتخونها، يعني اذا صار كل هاد سامر انا بترجاك لا تقسى علي وتخوني،
بكل بساطة تعال عندي وقولي هالحياة أنا ما بقى بدي إياها، طلقني وساعتها بعدين اعمل اللي بدك إياه. لك شو عم تحكي أنت؟ عم تقارني حالك فيها؟ لك هديك شكل وأنت شكل. سامر الله يخليك، هلأ لا تقلي أنت شكل وهي شكل وما بعرف شو، يعني مرتك كمان بيوم من الأيام كانت حبيبتك وخطيبتك وأكيد قعدتوا مثل هالقعدة هي بكل رواق وحب، ويمكن لو طلبت منك نفس الطلب بوقتها رح ترد عليها بنفس الجواب وتقول لها أعوذ بالله وما بعرف شو ومدري شو. سامر الإنسان مشاعره بتتغير بلحظة، يا أخي بجوز تصرف مني أنا ما يعجبك يوترك مني، ساعتها تركني بس إياك تقسى علي وتضربني، أنا ما بتحمل. لك شو أضربك؟ منين طالعين لي بهالقصة؟ أنا شكلي شكل واحد بيضرب، لك نملة ما فيني أفعس أنا. بعدين ما عاش اللي بده يرفع إيده عليك. روقي حبيبتي، روقي. مين بده يجي يروق؟ هي ماما ما عادت موقفة بالبرة. حتى هو عصب علي التليفون. بس بتعرفي؟ هو معه حق، لأنه قال لي وكان حاسب الحساب. حبيبتي، شان أمجد ما تخافي بالمرة، أكيد ما رح يزعلك. بس شو بدك تعملي مع أمك بعد ما غيرت موقفها؟ ما بعرف، ماني عم بقدر أفكر بولا شي. إذا ما بتجوزوا لأمجد بيتر حالي، والله بيتر حالي. لا ندوش خلاص، بلاها حركات الأفلام هاي، بلاها حركات أفلام. ليش هيك عم تقليلي؟ حبيبتي خليكي منطقية، ما في حدا بهالعالم كله بيموت ورا حدا تاني. أساسا أنت من أول ما قلت لك على وضع لأمجد وأنت صرتي ضده. شو بكي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ما في شي، أنا آسفة مو قصدي، بس أنا خايفة خايفة. بس بس حبيبتي بالشغل. اسمعي اسمعيني منيح، انا ما بمسك بايدي اللي بتوجعني. خلاص بقى خلاص ربا، فهمتك من قبل، انا ما خرج حدا يبتزني بهالطريقه، فهمتي؟ يلا يلا مع السلامه مع السلامه. خلص قبل الجمعه بكره بيكون كل شيء جاهز. لك معتز، صاير معك شيء انت منيح؟ شرفك في شيء؟ لانه مو على طبيعتك. لا انا تمام تمام. على فكره مو بس انا حاسس بالموضوع، اليوم حكى معي الاستاذ فؤاد قال لي شبه شو صاير له وغيره وغيراته. ليك حبيبي يعني هون نحن بدك تعتبر اصدقاء، لا تاخذ لي اياها بزنس وما بزنس، احكي لي شو صاير معك. ما في شيء ما في شيء، موضوع عائلي وان شاء الله بينتهي عن قريب، ما في شيء. طيب يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامه. ايه منى انت شو عم تحكي؟ طيب طيب اهدي 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 وفهميني. لك سامر هذا الحكي ما بيمشي حاله على التليفون، انا لازم شوفك. الكلاب مستغفلينا ونحن اخر من يعلم. لك لا لا شو برا؟ ليك اسمع، معاذ اليوم بعد الظهر مسافر. ايه شغل، على قولت الشغل شو بيعرفني، ما عاد صدق بشي. ما بعرف، قال على عمان. تعا انت ايه اليوم؟ هلا هو لبكره بده يضل، ويمكن لبعد بكره. لا 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 ما فيني وابني. ايمتى بتخلص شغل؟ طيب انا ناطرتك. ايه باي.
عن إذنك شوي. شوبت ما؟ لك شبك؟ قلت لك حكاني من شي ساعة لما وصل على عمان. هلا أنت شفتي الكود الأردني بعينك؟ إيه شفته، والله شفته بعيني، بعدين حتى لو ما شفته، أنت ليش هالقد متوتر؟ هلا أنت شفتي لما ما شفتي؟ عم قل لك شفته، أساساً هو ليش لحتى يكذب؟ شو بيعرفني؟ بس وقت صارت قصتي مع ربا، كذبت عليها وقتها، وقلت لها أنا بالضيعة وأنا كنت بالشام. هلا فهمت عليك ليش مرعوب. اطمن. شوف هذا اتصاله. شفت؟ شفت. انا بدي انتقم منه. كيف؟ بدي نرد له اللي عمله فينا، بدي نرد له غدره فيك وفيه. سهراني؟ اي سهراني. بدي اقول لك شغله قبل ما انام، بدي اياكي تفهميها وتفكري فيها. ابوكي قبل ما يموت الله يرحمه قال لي كلمتين، كل ما بحط راسي على مخدة لنام بفكر فيها. قال لي يا نبيله انت صبيه والحمل اللي بدي اتركه مو هين، زمانك قده لا تكابري، أعطي الأولاد لأهلي وشوفي حياتك، بس إياكي إياكي تحمليهم بعدين تقولي أنا عجزت. وأنا ما عجزت، تعبت بس ما عجزت، وكل يوم وكل ساعة من وقت صباح الخير لوقت تصبحوا على خير كنت قله بسري طمن أمانتك بالحفظ والصون، وكنت حس إنه مرتاح بقبره. بقى الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك، لا تروحي تعبي وشق عمري. كيفك يا قلبي؟ كيفك حبيبي؟ لا تبكي دخيل وانا لا تبكي، عم تاكل؟ عم تعبي البطون؟ تكبر قلبي. يلا بغير تعبي انا. كيف كانت السفرة؟ تمام الحمد لله توفقنا. في ماي سخنة ما؟
ايه مثل العادة. طيب مثل ما بدك. تاخدي العقل. ايه بس مو شي بخوف هيك؟ لك بلا وسوسة هلا ما في شي بخوف. متأكد؟ لك نهلا انت مفكرتيني انه ما بخاف عليكي؟ امير انت بتحبني؟ لك طبعا بحبك، يعني شو بتسمي هذا الشي اللي صار؟ ايه بس هذا اللي صار اذا صار عند البنت فهو حب 100%، بس عند الشاب خصوصا اذا مرافق رائد ما بعرف. لا لا من شان الله، حتزليني يعني بمرافقتي لرائد؟ هلا هلا مو نحن بنحب بعض؟ يعني بالاخر بدنا نتزوج؟ يخرب بيتك وين رحتي؟ هلا خلينا ندرس جامعة ونلاقي شغل ونطلع مصاري بعدين بنحكي بالقصة. بعرف بس أنا قصدي إنه أنت ما بتحلم إنه نحن نتزوج؟ لك أكيد. طيب أمير أنا ليك نعست؟ ماشي يا حبيبي، تصبحي على خير. يا صباح النور. يا ويلك اذا فيقتيني من بكاكير الصبح ونزلتيني على الفاضي. ها والله حسب مفهومك للفاضي والمليان، يعني بقصد انا شو المفروض يكون بدي منك حتى ما تكون فرقتك ونزلتك على الفاضي؟ انك تكوني وافقتي على العرض اللي قدمت لك اياه. احرق حريشك يا سامر ما بتتغير، حتى بالحب تحكي بلغه المناقصات والعروض والمزادات. لك لا ولو بس لسه ما صحصحت، هاتي لنشوف. يا سيدي أنا وافقت على العرض اللي قدمت لي. عن جد؟ عن جد. لك بشرفي لعيشك أحلى عيشة. لك يا بنت الحلال أنا شو بدي من هالدنيا؟ بدي شوية رواق، شوية حب، شوية تفاهم. يلا. بالمناسبة أنا ما في أسهل مني بالتعامل. وأنا كمان سامر، لما بتعاملني منيح اطلب اللي بدك إياه وبصير. مبدئياً بدي فنجان قهوة سادة. معلم، فنجان قهوة سادة إذا بتريد. على عيني. ألو؟ علين؟ شو ها؟ شو هالحكي؟ ليكني جاي شوفي
موظف عنا بالشركة لقوه بيته مقتول. يب. لك انت شو عم تحكي معتز؟ اي والله معتز. العم على هالقصة ومسكوا حدا؟ صباح الخير. استاذ سامر. ايوه. تفضل معنا. خير شو في؟ شرف معي بلا شو شرف. امرك. هنيك تعال فيهم. سؤال. انا شو عملت؟ تفضل معي. والله العظيم عملت شيء. هنيك تعال تفضل. سيدي اكيد في سوق تفاهم دمك. في سوق تفاهم دمك بالاكيد. لك نيال المتهوم وعند ربه بريء. هلأ صار فيني خرسك لما تلمحي تلميحاتك السخيفة. شو يا مدام؟ ليكو بيّن اللي كانت ربعة متخون جوزها معه. مبسوطة هلأ؟ مرتاحة؟ ايه حاجة تتنطوط. أصلاً أنا ما بقى فارقة معي. صاحب مين ما بدك، مو فارقة معي. لك يخرب بيتك، هلأ ما عاد فارقة معك؟ لك بعد ما حرقتيني دمي وأعصابي شهور طويلة، لك شهور بحالة يا ظالمة. شو بدك هلأ؟ ليه عم تصرخ؟ قدعيني ما جبت سيرة هالموضوع؟ الشهادة لله ما عاد جبتي سيرة، بس بعد شو؟ بعد ما دمرتي لي أعصابي. ايه منيح، ارتحت هلأ؟ لا، وهداك الكلب ما بعرف ليش عم يعمل معي. شي بيعمل لي فصول ناقصة، وشي بيعتذر لي، وشي بينصب لي فخاخ ولا أغبى من هيك. لك مع أنه عرفان غريمة ومبيت له. ايه بجوز من جديد عرفه، يعني قصدي عرفوا قام راح قتله. معاذ الحمد لله على السلامة، ألف الحمد لله على السلامة. منيح ما كنت أنت حبيبي، كنت رحت فيها. رائد إذا بتريد هاي صرنا نص ساعة قاعدين هون وأنت عم بتلف وتدور وما عم بتقلي شو الدليل عندك إنه أمير عم بحشش. لحظة لحظة لحظة، أنا ما قلت لك إنه عندي دليل. شو بك؟ قلت لي في مستجدات، سألتك قلت لي ما بتنحكى على التليفون. يا أخي شو هي هاي المستجدات؟ يا ستي لسه ما فيها إنه في بالمدرسة بيحشش، ماشي؟ وكل الطلاب بيعرفوا إنه بيحشش. حكى معي امبارح قبل ما تدقي لي، بشي دقيقة حكى معي، قال لي حزير مين طلب مني شقفة حشيش؟ قلت له مين؟ قال لي أمير. طيب اتصل فيه. لمين؟ لهذا رفيقك، معلش حابة اسمع بإذني. لا الله يسترك، ما فيني دق له اساسا، هيك موضوع ما بينحكى على التليفون. شبك ما هلا كنت عم بتقول انك اتصلت فيه قبل ما انا اتصل فيك. ايه مو من الموبايل، دقيت له من ارضي. طيب احكي من موبايلي، مو فرقان. لا ما راح احكي. شبك شو انت ما بتقتنعي وما بتصدقي الا اللي تشوفيه فيس تو فيس؟ عم اقول لك هو حكى لي. شبك يا ستي الا ما يجي يوم واجمعك معه ويقول لك كل شيء. وانت مشان هيك طلبت نلتقي فيس تو فيس؟ لون يعني ما فهمت. يعني عم سوري رائد، بليز ما تزعل مني وما تفهمني غلط، بس بصراحة أنا حاسة قصة الحشيش تبعيت أمير هي بس مشان نقعد لحالنا ونحكي. ما لا مو هيك، بس يعني أنا من أول ما شفتك عجبتيني وحطيت براسي إنه هيك ممكن يصير في بيني وبينك تقارب من نوع ما. بس هلا بلا بس ايه، خلينا نحكي بالمفيد. تقارب من اي نوع؟ اللي بدك يا رائد. ما عم بفهم عليك، يعني خلينا نحكي هيك بالقلم نشرح اكثر. شو يعني بصراحه؟ اي طبعا بصراحه. وعن جد بيني وبينك وما بتفهميني غلط؟ ايه هلا لا تعملي فيها خجول، احكي خلصني بقى. اهلين عمو. هلا. اهلين، كيفك بشر؟ تمام ماشي الحال، مشتاق لك. الله يسلمك، كيفك؟ شو ناطر حدا هون؟ ايه ناطر. في هلا رفيقك وانا كمان ناطر. في عجيب هذا المحل، جمع الناس
اي والله. يعني شوف صدفة. انا هلا عمو بدي اعتذر منك لانه في هلا بعث لي مسج عن اذنك. ايوه بس انا كاني ما سمعت رنت موبايلك. عمو لانه انا عامله صامت. عامله صامت مزبوط، معك حق، الواحد ما بيسمعه. بس انا والله غريب، انت يعني كيف واحد بيوعدك وما بيجي؟ صار لك زمان هون؟ لا لا عمو، مو كثير مو كثير. مو كثير او قليل، بس انت بتعرف انه برا ببلاد برا بالعالم المتحضر الموعد مقدس؟ شو بك هيك ملبك مالا بعضها؟ لا عمو، بس رفيقي بعت لي مسج هلا مش هلاقي له بغير محل. يلا عن اذنك. غريب، مع انه هي قالت لي يعني انه هي بتعتذر منك، بس ما قالت لي انه لاقيها غير محل. مين هي؟ ميادة. شلون؟ تعال هلا بنشرب فنجان قهوة أنا وأنت وبشرح لك ليش ميادة مضطرة تجي. شرف شرف، تعال. يلي بدي أقول لك يا رائد يا رفيق ابني، إنه حلوة كتير هي المرحلة اللي عم تمر فيها. نحن كمان كنا شباب ومرينا بنفس المرحلة، بس إنه رفيقك يلي دخلك على بيته وأبو رفيقك عم يعطيك دروس خصوصي وببلاش منشان مستقبلك، تقوم انت تلف على اثنين على رفيقك وأبوك منشان تطبق أخته، معقولة؟ لا عمو، والله مو هيك القصة. يعني لا بقى، هي هيك. ما بدي اياك أبدا تفهم إنه أنا ضد أي شاب ممكن يعجب ببنت، بالعكس كلياتنا كنا هيك، بس أنا ضد الوسائل يلي أنت تبعتها. خلينا نحكي بشكل مجرد وننسى انه ميادة بنتي وامير ابني. قديش كان ميادة رح تاخذ عنك فكرة مختلفة لو انت رفعت التليفون وحكيت معها بكل بساطة وقلت لها انا معجب فيكي وبدي شوفك، بدل ما تخترع لها قصة الحشيش تبع اخوها الى ما هنالك. طبعا بالحالتين هي رح ترفضك، لانه البنات بهالعمر بيحبوا الشاب الناضج يلي ممكن يوقف جنبهم ويدافع عنهم، مو يفركة من أول مواجهة سخيفة قدام محل فلافل. الفرق إنه بالحالة الأولى أكيد رح تحترم مشاعرك، بس بالحالة الثانية ما رح تلاقي أي شيء تحترمه فيك، وللأسف أنا وأمير نفس الشيء. بس عمو أنا فعلاً بحبه لأمير، وهو من أعز أصدقائي. لا لا، أنا متأكد إنك أنت بتحبه لأمير، بس المشاعر لوحدها ما بتكفي، والدليل على ذلك انك انت بهي الحالة خسرت ميادة وخسرت امير وخسرتني انا كمان. مو بس هيك، رح تلاقي حالك فجأة انك انت خسران كل الناس اللي بيحبوك ومعجبين فيك. لا طبعا بينك وبين حالك بجوز تقول طز شو يعني خليني اخسر صديق، بس فجأة رح تطلع حواليك ما رح تلاقي حدا ولا اي حدا من اللي بيحبوك او معجبين فيك. بتعرف ليش؟ لانه سمعتك بتكون انتزعت. هلا عمو، لو انا كان يعني موعدي مع بنت غير بنتك كنت وافقت؟ شوف، حتى لو بنتي اذا في شيء نضيف ما عندي مانع. انت وعدها لانك بتحبها؟ انت بتحبها؟ اكيد لا. ومثل ما قلت لك برجع بذكرك، اذا شيء نضيف هي حره. عمو على كل حال انا اسف، يعني الله يستر عليها، بس والله هي يعني هي اللي اوحت لي انه هي حابه وهي بدها اما تضحك عليك، اما تنتقم منك لانك استغليت حبها لاخوها لحتى تعمل موعد بينك وبينها. لعبت معك نفس اللعبه اللي انت متعود تلعبها مع اصدقائك لحتى تقول لك انه الشغله مو كثير صعبه وما فيها اي ميزه انك تستغل ثقه الاخر. اللهم الا قله الضمير، وما بتصور في اي حدا ممكن يفتخر بهيك ميزه. أنا رح حاول أقنع أمير وميادة إنهم ما يجيبوا سيرة الفصل قدام حدا. كل الأحوال أنا ما بيهون علي أبدا رفيق ابني يطلع مضحك قدام الناس. المرة الجاية إذا أنت يعني حبيت تستخدم نفس الطريقة كون حذر شوي. منظرك كان بيضحك، بيضحك كتير قدام محل فلافل. يلا سلامات. ميادة روحي انتظريني بغرفتك، في حديث بيني وبينك بعد شوي. حاضر بابا. شو يا؟ ما بصير ينحكى معها قدامي؟ لا ما بصير. بعدين انت روحي اربطي شعرك،
احسن ما يضل منكوش ونازل على وشك بهالطريقه. ها نحلي تذكرت يعني شو اليوم في شيء ولا ما في شيء؟ شو هاد بابا؟ شو عم تحرق شيء؟ لا بابا ما في شيء. زيك شوي هدية صغيرة ما أنا من قيمتك. بابا غير جو الأوضة شوي ولحقني على أوضة أختك بسرعة، في حديث مهم بدي إياك تسمعه. أوكي؟ أوكي يلا. روح يا عندك أحلى أب بالعالم كله. قالوا مو عاجبك. إنت قلت مو عاجبني، كل عمره عاجبني. إيه دائما بتحكي عن المبادئ اللي بيحكيها وما بتفيد. هذا الكلام كان كلياته تعصيب. بابا ما في منه. قلت يلا افتح الهدية خلينا نشوف شو جايب لك. بيعرف؟ يعني مانك زعلان مني؟ والله يا بابا ما بعرف شو بدي قلك. موقفي متناقض شوي من هي الشغلة. أنا فرحت كتير من اهتمامك بأخوك وحرصك عليه، وأكيد يلي صار بينك وبين رائد رح يخلي أخوك يكشفه على حقيقته ويعرف إنه هذا حدا مو مهم وما يتأثر فيه أبدا. بس يلي خوفني شوي هو أسلوبك. بابا انت لساتك صغير وبأول حياتك، يعني انك تتركي سلاحك وتستخدمي سلاح خيرك هذا شيء خطير. اللعب بعواطف الناس واستغلال رغباتهم ولو حتى لأهداف نبيلة غلط. يعني انا بقول انه هي المرأة مرقت هيك، بس المرة جاية ممكن ما تمرق. صح؟ انا آسف اني حطيتك موقف محرج. لا مو أنا اللي حطيت بموقف محرج أبدا، رفيق أخوك وعينك تشوفه بهديك اللحظة شو صار فيه. فقط بالحيط ما آلين. بابا تفضل. لك بابا أختك ميادة ما إلى أي علاقة بالموضوع، أنا كنت بعرف بس ما حبيت أضغط عليك. بابا بس بدي أقول لك شغلة، يعني أنا صحيح مدخن بس أنا ما عم ببلع، عم نفخ تنفيخ. شو ما كان يكون بابا، بس أنا شخصيا ما بقبل أبدا إنك أنت تعمل شغلة بالسر هون بالبيت من غير ما حدا يعرف. عيب بابا عيب. معقولة أنت تكون جبان وتخاف إنك تدخن سيجارة؟ بدك تدخن دخن قدام الكل، وين المشكلة يعني؟ بعدين مو هذا الموضوع اللي بدي أحكي معك فيه. لكن شو بابا أحكي له من لما حكى معك رائد أول مرة لحتى حكيتي لي اليوم الظهر؟ أحكي له رائد حكى معك؟ لا عن جد كتير هيك تخنتوا اما اجتماع سري بيناتكم، شو القصة؟ شو مخبين علي؟ هاتوا لشوف. لا ما في اجتماع سري ولا شيء، بس كنا عم نخطط مشان نطلع نتغدى سوا. صح بابا؟ مزبوط. صح. اذا هيك ماشي. طيب يلا بابا بسرعة خلينا نمشي. يلا يلا. انا اسف امير انه هيك صار، بس صدقني ما كان في قدامي طريقة تانية. لا بالعكس، منيح اللي هيك صار لحتى اعرفه على حقيقته لهالواطي. شكرا كثير استاذ. الله يهمك استاذ، هذا اقل من الواجب. الله يسلمك، عزبناك حبيبي. السلام عليكم. الله معك. شكرا. مرحبا استاذ سامي. هلا هلا. كيفك؟ السيارة السيارة موجودة هني. شكرا. توصينا بشي استاذي؟ سلامتك. الله يخلي لي اياها. تفضل. كنت كثير رح ازعل لو ما لقيتك.
وكنت راح أسأل أكثر لو ما أجيت. كنت متوقع تسألي عني. كنت عم بسأل عنك كل يوم بيومك. ما خطر ببالك تزوريني؟ مو بس خطر على بالي، أنا عملت كل جهدي كمان، بس بصراحة سحر وفؤاد ما خلوني، قال ما بدهم يعني يشوفك وأنت خلف القضبان. خلف القضبان؟ مسلسل هذا. يلا طلع، حتضل عم تحاكيني من برا، سحر عم تستنانا بالبيت خلصنا. يا السؤال، وليش لحتى ينطرونا يعني؟ يتركونا لحالنا؟ خلص طالما طلعت بريء معناتها قدامنا العمر كله. ليش كنتي شاكة بهذا الشيء؟ بصراحة؟ ايه طبعا بصراحة. مو قصة شك، بس أنا كنت متأكدة. متأكدة إنه أنا ممكن أقتل؟ نو واي، متأكدة من براءتك. بتعرفي؟ رح أجي دقني إن شاء الله 5 دقايق وبعدين بنطلع دغري على البيت. أوكي. ما بأخرك. شو أبو سمرة؟ فتت أعمل شاور طلعت لقيتك غفيان؟ لا حبيبتي بس هيك سهيت عيني شوي. ايه قوم قوم خلينا نطلع نتعشى برا، ولا مالك جوعان؟ قال مالي جوعان علي الحلال باكل الزلط، باكل الأخضر واليابس، بس شو عم أقول أنا خلينا مكنكنين بالبيت ونطلب دليفري وبتمنا عادي. لا لا حبيبي أنا ما بعرف نام إلا بتختي. ليش شبه تختي مشو بشكي؟ ما بشكي مشي حبيبي، بكرة جاي الأيام وبيشبع مني. مين تخه؟ تخته صاحبه. أمرك. على فكرة المرة الجاية لما بدي أجي ما بدي أشوف ولا صورة لهم. ليش المرة الجاية؟ هلأ بينكبوا بزبالة وحياة عيوني. بيعرفني منو هاي شنتاي صرماي على شو عم تدوروا؟ فوت دور عليها وخلصني. احكي وينها؟ لك منو هاي؟ المرة هاي وينها؟ شو بتقلها انت؟ مرتي جوزها. وهاد أخوها؟ يقول له لأخوها يخف علينا شوي رح يخنينا. خلينا نعرف نحكي كلمتين مع بعض بعدين. ليك شلون كيف رجلي عم ترزق؟ ترى أنا محضر حالي بكون تزعرني وانت عنده زعرني ثمان ثمان انت وياه؟ خلينا نحكي كلمتين على الرواق أحسن من كل هالعي. عم تفهم؟ عم تفهم؟ شرفوا هاي المرة اللي عم تسألوا عنها. هلا ما بعرف من مطرحها منو. لا تعمل لي تسق، خليني احكي. اسمع يا محترم، القصة من الألف إلى الياء على الشكل التالي. بهديك الليلة يوم قلعتها من عندك وهربت، أنا كنت بالصدفة عم بمشي ناحي البناية، شفتها نازلة وخايفة ومتلبكة. كان في شلة زعران حاولوا يلحقوها ويتغالظوا عليها، دخلت أنا ببيناتهم مشان خلصها منه. لما راحوا الزعران مسكتها قلت لها شبك يا بنت الحلال شو قصتك؟ كانت بتلبك المسكينة وما عرفت تحكي كلمتين ثلاثة على بعضهم. قلت لها تعي لقلك أنا عندي شقفة بيت فاضي أنا مالي عم بستعمله، شو رأيك؟ وافقت المخلوقة، جبتها على البيت لهون ورحت أنا نمت ببيت أهلي. صرت شقر عليها كل يومين ثلاثة شوف طلباتها شوف أغراضها. بعد فترة توفى والدي، تخانقت أنا ومرته، تركت البيت رحت قعدت شي يومين ثلاثة بالأوتيل. الظاهر حست حالها عبء علي، جيت لحتى شقر عليها بعد يومين ثلاثة ما لقيتها، ما طلعت هون. أخي هاي القصة من طقطق للسلام عليكم. بدها يعني فايتين لي شغل عصابات على بيوت العالم؟ هيك واحد بفوت على بيوت الناس؟ هلا بدك تعلمنا الأصول؟
شو بدنا بهالاكل هوا؟ اسمع يا ابضاي، انا هي القصه اللي حكيت لك اياها هي القصه المضبوطه، اذا عندكم اي سؤال مستعد رد عليه، بس بتحكي بادبك معي لانه انا مالي طايقكم من الفوت اللي فتوها علي. انا زلمه خلاقي ضيقه، ما في داعي اطلع عن طوري، لانه اذا بطلع عن طوري ترى ما بتعرف شو بيصير، ها، واحسن لك ما تعرف شو بيصير، فبلا ما تجربها. ماشي؟ اسمع يا اخ، قال مجنون يحكي وعقل يسمع، شلون بدك انا نصدق هالحكي؟ ليش يعني؟ انا والله شايف القصه ظريفه. شو ثغرات عندك يعني؟ اول من وين لوين؟ شو بتكن لك انت لحتى تصرف عليها؟ ايوه فهمت عليك. لوب على قناه تانية، شيء تاني. لا لا جاوب على اول شيء بالاول. اخي ما حيعجبك الجواب، اعطيني شيء تاني. لا لا بيعجبني، تفضل قول. هي يا محترم في شيء بالدنيا اسمه رجوله، شهامه، بس بالظاهر هي الشغلات لسه ما وصلت لعندكم، نيو كولكشن يعني. انا شفتها على الانترنت، عرفت شلون؟ عود. انت قلت لي بدك تسمعهم، قلت لك ما عاد حب الرد. ماشي؟ هات شيء تاني. تاني شيء يا تبع الشهامه، وحده خاينه جوزها، الشهامه بتقول لك انه تخبيها؟ والله معك حق. عن جد زركتني هيك. افتح عريشك قلبتني قد الكمشه، ما عاد لي عين حط عيني بعينك. لكن الشهامة بتقلك انه روح سلمك يا مشان تقتلها؟ هاي الشهامة بنظرها؟ اسمع عمي، انا هاي المخلوقة ما بعرف عنها شي ولا دخلت بخصوصياتها. انا كل شي بعرفه عنها انه هي مرة وحدانية وهربانة. مرة وحدانية وهربانة من بيت جوزها؟ وهلا عرفت انها خاينة جوزها؟ بدك تقنعني انه عدتوا بهذا البيت وما صار بيناتكم شي؟ والله حبك تصدق اهلا وسهلا، ما حبك انت حر، بس هذا اللي صار. بس هاي الصورة بتقول غير هيك. مو هن أرجيني شو؟ هاي الصورة، بهاي الصورة كانت مضطرة تروح تسهر، وعدتها أنا روح جيبها، فعلا رحت جبتها، نحن وداخلين على البناية، تفشكلت إجت رح توقع على الأرض، قام سندتها، ضحكنا ضحكة وميتها، المهم وصلتها على البيت وتيسرت. هلا بدك أنا نسدي هالأكلة هو هذا؟ قوم عمي، قوم دلني وين كانت سهرانة. يعني لازم قوم حتى دلها؟ ما خرج دلك أنا وقاعد مثلا؟ إن شاء الله مفكرني خايف منك ولا منه أنا لك عمي، اسمع. هاي المخلوقة وديناها على ساحة باب توما وجبناها من ساحة باب توما، منيح؟ طيب هي ومين كانت سهرانة؟ ما شفت جنس مخلوق معها، أنا هاي المخلوقة وديتها على الساحة واستلمتها من الساحة، وقت أخذتها من الساحة شفتها نازلة من شارع اسمه الإشلي، أخذتها من هنيك وجبتها على البيت. لا تقعد تخبط لي أكباسك وبأسداسه، ما حلوة. أخي هاي القصة اللي حكيت لكم إياها هي المضبوطة، عجبكم تصدقوا أهلا وسهلا، ما عجبكم اصطفلوا أنتوا الاثنين. بس أنا اللي بدي أقول لكم إياها وبرحمة أبي تحت ترابه أنه أنا ما بعرف مطرح على هاي المخلوقة. نحن حنمشي هلا، بس إذا اعتزنا شيء رح نرجع نستفسر عنه، فهمت؟ يلا خذوا الباب بطريقكم أنتوا اثنين. يلا شبكم عم تتصفنوا عصابة ودخلت لعندي على البيت، بعمركم شفتوا واحد عم ودع عصابة هي وطالعة يعني؟ لك امشي يا شو بدنا بهيك شكيلات، امشي. ولك أنت تستفسر دخيل شكيلاتك مع أحلاك. امشي امشي. أنا ما صدقت ولا حرف من اللي قاله. المشكلة ما عندنا شيء نمسكه عليه غير هالصورة، وابن الحرام كل شيء له عنده تفسير. أي بس أكيد كذاب. شو بدنا نعمل هلا؟ أحسن شيء نراقبه. إذا كان فعلاً بيعرف مطرحها رح نوصل له عن طريقه. إيه منراقبه. ليش لا؟ راقبه أنت. أنا؟ لكان أنا؟ أنا ما بقدر. أنا عندي شغل. بعدين أنت عندك كثير موظفين بالشركة، بعت لك شيء موظف. بالله شو؟ لحظة لحظة. أول شيء الشركة مو لإلي، لصهري. تانيا الموظفين اللي عندنا بالشركة موظفين عاديين مو مخبرين سريين. يا بلاها المسخرة بلاها. هلا أهم شيء عرفنا اللي كانت مصاحبته وإنه انقتل، الحمد لله الله كبير. يا لطيف. شو فكرتك رجال واتهموك إنه أنت اللي قاتله؟ كبرت بعيني يا رجل بس. قوم انزل نلعب ولا؟ ما هي أنا عم تحكي هيك؟ لك قوم انزل نلعب ولا؟ شو عليه؟ إذا ما بندمك ما بيكون اسمي وسام. لكن ايه عليها ما بقى علينا غير أصابع رجلينا. مورين بدي احكي اضرب بكسمك على شكيلة.
بالناقص لك ما انا زابله ليش شايله من عرضه كله على بعضه حبيبتي تقبري قلبي الله يوفقك روقي حاسلي لي روقي كيف بدي روق في ابشع من هيك موقف يا حبيبتي ما في ابشع من هيك طيب خلص اذا فشي قلبك بالبكي ابكي يعني بس انا ما بدي اياكي تنقهري الله يوفقك لك انا يصير معي هيك انا اللي كنت اقول عنه انظف واطيب شب بالعالم لك انا حبيتها من جوات قلبي هي جزاتي هي النتيجه حرام عليك يا ليكي العالم رح تطمع علينا الله يوفقك روقي شوي ليكي احكي معه بس لا تفوتي عم تقاتلي دغري تأكدي منه من الأول فهمي الموضوع ألو مرحبا أمير كيفك ليك تتذكر نحن وقت كنا نقعد على المسنجر ويصير فهمت علي يمكن ما ايه مشان الصور اللي اخذتهم ابقى احذفهم ايه لا تكذب علي يا امير بعرف انك اخذت لي شويه صور ويمكن اخذتهم خصوصي مشان تورجيهم لرائد كيف ليك امير انا ما يعني ما بعرف هلا شو بدي اقول لك بس انا اطيب وانظف من هيك يا حرام عليك هيك بتعمل فيني لا وحياه اهلي وحياة كل شي غالي عندي لك والله العظيم ما ورجيته ياهم ايه بعرف انك انت ما ورجيته ياهم طبعا لانه تزعلته لك لا والله والله مو لانه تزعلنا ما بهمني هلا المهم انك انت اخذت الصور وكنت بدك تورجيهم بغض النظر شو اللي خلاك تبطل نيتك الطيبة ما بعرف شو بس المهم انك انت فكرت بس لو للحظة تعرف شو يعني اللحظة ايه فكرت للحظة تعمل هيك بنا هلا ماشي يا أمير بس نوب ارميها من ايدك لشوف ارميها امي من شان الله تركيني بحالي ها لا ما مو لازم تاخذني كفين والله ارميها منك شوفي قلتلك تركيني بحالي ولا شوفي شو عم بيصير هون تعال شوف ابنك مشرع سم الكراتي ومو هم حدا مع الخجل بنوب لعمة بقلبه خلص قلبي روقي شوي تعي معي تعي
خبريني قولي لي شو في شو صار؟ كله بسببك انت، لك على اني كان يخجل لما يزهر مع هذا السم القاتل وما يحسسنا انه عم ياخذ السيجاره، بس هلا شو استفدنا ما عاد خجل بنوب؟ لك هو كان ناوي يبطله. هلا امتى حضرتك جبت له الدخان ورجع يدخن؟ شو استفدنا فهمني؟ لك مانك شايفتي قديش مقهور؟ افرضي ما انه مقهور، شاب بده يجرب، لو حتضلي تعملي معه هيك وتحكي معه بهذه الطريقه بحياته عمره ما رح يترك السيجاره من ايده. والله يا استاذ عمر طريقتك بالتربية أنا مو عاجبتني بنوب، بهذا الأسلوب الولد رح يضيع من إيدينا. هلأ ممكن نحكي بعقلانية. والله أنا ما بشبهك، مالي مثلك، الرواق هاد ما عندي إياه. خلاص لك تركيه شبي هالعمر، أنت لازم تكوني رايقة لحتى تعرفي تتعاملي مع المليون شيطان والمليون ملاك جواته، وقال لي تركي لي إياه. لك أنا موجود بهذا البيت، أنا موجود هون. شو؟ ما رضيت تحكي شيء. مصرة ما تروح على المدرسة بكرة؟ مصرة. يلا بركي شوي تاني بجرب فوت لعندها بفهم منها شيء. يا ربي. بدي أحكي مع أم زياد. أكيد ميس بتعرف شيء. نزلوا سوا من هون. ماما استني شوي سكري التليفون. هلا أنا بفهم شو القصة. سكري التليفون. هي اللي رجعت لي لعقلي. لما وصلت بالحقارة لهون ما قدرت، قلت له لا معناها لا ما راح اقدر اعمل هيك. هي رفيقتي وجارتي وحبيبتي، كسبيني ما قدرت. سامحيني لالا، لك والله راح موت، سامحيني. بتعرفي انه انا ما بحب كون لجوجه، بس هي اول مره بحياتي بشوفك هيك. يمكن ما بقى تشوفيني الا هيك. اوف ليش بقى؟ انا روحي انكسرت يا نادي. شو هالحكي الكبير هذا؟ شو اللي كسر لك روحك؟ خلص تركيني لحالي. يعني ما بدك تقولي لي شيء؟ بكره الاخبار لحالها بتوصلك. نعم؟ شو قصدك؟ ليك بدك توعديني انه اذا حكيت لك ما بتجيبي سيره لماما ولا لحدا. هلا يمكن الاخبار هيك هيك توصل، بس في حال ما وصلت ما بتحكي لحدا.
جيت شوف اذا نمت. لك بابا الساعه صارت اكثر من الساعه 2، كيف بدك تفيق على المدرسه بكره؟ ماني رايح بكره على المدرسه بابا. بابا اذا ناطر لك شيء الليله فانا اسف ما راح اقدر، على القليله ليله. طيب مثل ما بدك انت. احسن؟ احسن بكثير. ماشي صباح الخير. تلاقي الخير. لا تحسسني بمصيبتي اكثر ما لي حاسه فيه. شي مصيبه وحده؟ لك هدول مصيبتين مصيبتين. شو هنن؟ اول وحده اللي انت مشانها بكره ما بدك تروحي على المدرسه، واللي مثل ما عم بتقولي بكره لحال الاخبار بتوصل لعندكم. فهمتي علي؟ يعني انه انت هذا اللي شاغل بالك، ما ينعرف الموضوع بالمدرسه وما يوصل لامك ولاهالي طلاب تانيين طبعا. ايه بس انا مو هي المصيبه الوحيده اللي براسي، الاهم من هذا كله صدمتي بامير. ولك شو الثانيه؟ اصل الموضوع نهلا، اصل الموضوع حتى لو ما حدا عرف انتي. لك انتي كيف بتساوي هيك؟ ناديه مشان الله كلياتنا نحن البنات عنا مشاعر، انتي مثلا حجر؟ هلا بدك تقنعيني انه بينك وبين امجد ما بتصير هي الشغلات؟ هي مال مشكلتك. بعدين انتي والبطيخ تبعك علاقتكم جديه مثل ما علاقتي جديه انا وامجد؟ ايه بس هو طلع حقير. بعدين بعدين بنحكي بهالمصيبه هي. قولي لي لشوف، انتي متاكده انه امير ما ورجى الصور لحدا؟ ايه متاكده، لانه هداك هيك قال. انا ده ما في قدامكم غير حل واحد بس. شو هو؟ انكم تكذبوا وتنكروا لحقي لامير. ان شاء الله ما يكون حكى لحدا اللي له اصحك تعترفها. لازم تكذبوا، ما عندكم حل تاني. انتي بتعرفي امك اذا بتدرى شو بيصير فيها؟ بتعرفي ما هيك؟ بتصيري بنظرة مثل جارتك. امك ما بدها يعني لا انا ولا انتي نحكي مع اخواتها لجارتك، فكيف اذا طلعت لوحدة مثلها وقعدت لها بنص البيت وبتجلطيها لامك؟ حرفيا بتجلطيها. هذا اذا ما طلعتك برات المدرسة وحبستك بالبيت. تاني مرة بحياتي بلاقي الحل الوحيد قدامي هو الكذب، ان كان بقصتي مع امجد ولا بقصتك انتي. بس ما في حل تاني. لحقي لامير. ما بدي احكي معه. بلا اكل هوا هلا، لحقيه بعدين خدي موقف اللي بدك اياه. يلا ايه لحقي ميس كمان، ميس واي حدا تاني بيعرف. ليك بس بدي اطلب منك طلب، انا وانت ضروري ننكر اللي قاله رائد تماما. انا رح اقول ما صار شي من هون وانت لازم تقول هيك حتى لو واجهك. بعرف رح يكون موقفك ضعيف لانه هو بيعرف انك عم تكذب، بس بتصر بتقول هذا الحكي كله ما صار. ممكن توعدني بهالشي؟ بوعدك وحياة أبي بوعدك. إني مالي راح أقول لحدا، بس المهم أنت سامحيني مشان الله. منيح. بكرة كمان رسالتك بتوصل الصبح لميس، بس ميس بدون ما تقرأ الرسالة ما بتصور تحكي. أكيد. نرجع لموضوعنا. لكن هلا أنا ما بدي أعمل لك مواعظ وحكام، بس انت كل عمرك 18 سنة وهو كمان
يعني بكير بكير كتير على الحركات. بعدين كاميرا مسنجر لكيف كيف بتأمني؟ فرضنا انه امير ما عمل اللي عمله، اوكي؟ انت بتعرفي صورك هدول لحتى يطلعوا لعند رفيقك اللي فوق وين بيمروا؟ لحتى يوصلوا لفوق بيمروا على سيرفرات لا انا ولا انت منعرف شو هي. كيف بتعملي بحالك هيك؟ عن جد بتخوف لسه؟ طبعا بتخوف. هلا انا ما بدي رعبك اكثر مالك مرعوبه، بكفيك اللي فيكي، بس يعني ممكن تخوف واحد بالمليون. ما بعرف يعني اذا بدها حدا يكون عم يترصدكم، ما بعرف، ما عندي شيء مؤكد لك يا. بس كيف بتحطي حالك تحت رحمه هيك خوف؟ ليك انا الثانيه رجعت مشكلتي، مين يعرف وشو يعرف؟ مع انه المهم هو اصل الموضوع انتي، كيف بتساوي هيك؟ لانك مو مقتنعه باللي عم تحكي عن اصل الموضوع، ولانك بتعرفي اختك قديش نظيفة ومنيحة من جوا، وبتعرفي انه انا عملت هيك لاني حبيتها من قلبي. بعرف والله العظيم بعرف، بس بكير بكير كتير. وين رايحين انتو بكير على الحركات؟ لسه الايام جاي بدكن تاكلوا الدنيا. اهم من هذا كله صدقتي بامير. عشاء اليوم؟ عشاء؟ مين قصدك؟ قالتي ده؟ ولا شو نسيتي نايس؟ ما قلت لك مبارح؟ قصدك على القصة اللي حكيتي لي اياها مبارح؟ حبيبتي قصتك طلعت كلها تخريب تخريب. بده يكون اللي حاكي لك اياها واحد كذاب. كذابة بعينك وليه؟ طب لسانك ولا احسن ما اقصر لك اياها. لك ما فشرت يا واطي، ما فشرت؟ ماما ما بدك الليل قد شب طايش وقليل أدب ودايعك، بدك الهاد. انت حساسة ماما. خلاص ماما قلتلك صرت أحسن. طيب شو اسمه؟ مين أهله؟ خليني أتصرف مشان ما يعيدها. مشي الحال، تصرفنا ما بقى يسترجع عيدها. متأكدة؟ أكيد. طيب ماما على خير. ماما لا تقولي عم نق عليكي، وبعرف انه مالك ذنب، بس حاكيني بصراحة، وضايقك بالحكي بس ولا جرب شي تاني؟ لا بس بالحكي. وليش تغير لوني؟ لأنه كتير متضايقة من القصة وما بقى بدي أحكي فيها، بس أكيد بس بالحكي. طيب روح هلأ، يعني خلص شغلة وصارت، لا تحطه ببالك. لك أنا مشكلتي مو براحت، أنا مشكلتي بحالي، مشكلتي بعملتي السودة اللي سويتها مع الأهل. رائد هيك زلمة مقدم حاله بالصوت العالي عم بيقول أنا واحد تافه وحقير ومنحط، لكن طلعت أحقر أوطى منه. فشل بنص عينه صار مايتك بتسوى. أمير أنا ما عم أقول إنك أنت ما غلطت، أنت غلطت، بس بكفي قاعد هاي القعدة هلا وعم تفكر كيف تصلح غلطك، هذا يعني إنك أنت حدا منيح. وإلى الله يوفقك، بس فهمني من ميسور الموضوع. ايه بس خلص يعني روّي، ما بدك لا
أنا حاسة إنه في شيء هيك هزني هز. يمكن القصة تمرق على خير وما حدا يوصل له شيء. حتى إذا وصل لماما يعني أنا وياه متفقين إنه نضل عم نكذب القصة بس هيك أنا حاسة إنه هيك في شيء جواتي انكسر. قولوا حبيبتي الله يوفقك لتحكي هيك. شو بدي أقول لك؟ حطي حالك محلي. ابن الجيران اللي أنا وياه ربيت من وقت كنا هالقد يعمل فيني هيك؟ الولد اللي كنا نتقاسم أنا وياه السندويشة والألعاب، كنا نبكي إذا ما خلونا ننزل نلعب بالحارة وما نصدق على الله إمتى يروح ورحلة أو مشوار طويل عشان نلعب سوا. القصة مو قصة إنه علاقة هيك وواحد حبيته وحبني بالمدرسة. أمير كان قطعة من روحي ومن حياتي. أول مرحلة أخذناها سوا لما خلصنا الابتدائي، لما درسنا التاسع ونجحنا سوا. حتى وقت اللي توفى بابا كان هو أول حدا بحط راسي على كتفه. لما اللي كنت بنت صغيرة كان هو الصبي، وكبرت وربيت قدامه كان هو جواتي، كبر جواتي. ما كنا مقررين إنه يعني نحب بعض، صارت القصة هيك مثل القصص والحكاية، إنه مثل أغاني فيروز. شفتي غنية أنا وشادي؟ هيك كان هو مثل شادي، كنت حبه وخاف عليه مثل فيروز لما كانت تخاف على شادي. بس الفرق انه شادي اخذوا التلج، اما امير يا ريت ضل صغير. انا كتير زعلانة ميز، كتير زعلانة يا ريت اينو صغير. شو قال لك أمير؟ واحد رفيقي قطع لي كارت من زمان، رد عليه شوف شو بده. برد. الو علينا ابو جود، كيفك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. لك يا اخي هني قاطعين لي من زمان، خلاص اتركها لشي مناسبه بس نجتمع بتنحل. مناسبه شو؟ لا تقولها، ان شاء الله الف مبروك. لا هي مناسبه بتستاهل من الواحد يرفع التليفون ويتصل فيه. مع السلامة. شو في؟ قال بده يصالحني أنا ومعاز. قلنا له القصة بسيطة يعني بيصير شي مناسبة نلتقى ونتصالح. قال لي المناسبة إجت على رجليها. قلنا له شو القصة؟ قال مرته لمعاز حامل. آه والله كتير منيح، إن شاء الله ألف مبروك. معناتها بكرة بتتصل فيه وبتبارك له، وإذا بدك كمان نازمه على العشاء. سامر أنت صار لازم تسترجع حياتك وشغلك ورفقاتك مو؟ إيه لكن بس
سامر لا تقول لي انه بدك تنام، بزعل منك. ها لا لا حبيبتي ما رح نام. لك هلأ لصح اللي احكي معك، لا تخاف مو ابنك. اي طبعا متأكدة لك مين بده يكون متأكد. اي طبعا يعني هو مو جوزي، وإذا كان كل شيء لحال بعدين أنا عم بتعامل معه بكل شيء طبيعي، ماني محسسته بشيء. عم قلك متأكدة. ليك بحكيك بكرة على رواق وفهمك كل شيء. متأكدة 100%. خلص يلا بكرة بحكيك. باي. مع مين كنت عم تحكي؟ نعم؟ مع مين كنت عم تحكي؟ ايمتى؟ هلأ بالحمام. بالله عم يتهيأ لك. عم بسألك مع مين كنت عم تحكي؟ جاوبيني ولا تخليني عندي صوتي. عم قلك مو مع حدا، بعدين مو كل شغلة بتعملها بتفكر كل العالم يعملوها مثلك. شو يعني شو قصدك؟ تليفونات الحمام تبعك، يعني ما لقيت محل تحكي فيه تليفوناتك غير الحمام؟ ما في محل بالبيت غير الحمام؟ إيش معنى بالحمام؟ بعدين أنا هيك هيك نايمة. أنت وحدة مجنونة، عن شو عم تحكي؟ أنت بتعرف وأنا بعرف عن شو عم بحكي، بس قلة الحكي أحسن. الفتنة نايمة، خليها نايمة وأنا كمان بدي نام. تصبح على خير. انت رح يصفى قلبك اتجاهي، وحياة الله لو لساتني مثل ما كنت بوقتها كنت ما بقلك سامحيني. اساسا لو لساتني مثل ما كنت ما بكون مهتم انه تسامحيني. انا رجعت امير يلي بتعرفي، فلامتى بدك تعاقبيني على فترة انا نفسي متبرى منها؟ انا شايف الحياة سودة بدون بسمتك ورضاكي، فلامتى نهلا؟ لامتى؟ ما بتفرق معي يتزوج ولا ينقبر، شو بيهمني من أمره يعني؟ يعني مانك متضايق؟ غريب، والله أنا متضايقة. ليش بقى؟ شو ليش بقى؟ يعني هو عايش حياته ومتهني وما أحلاه، وهي حتى مو مسترجية تبين. حاجة ميس، حاجة مشان ربك. يعني قديش مقهور منها أنا؟ بس كمان لما أتذكر أنه ألا فوق الخمسة أشهر مختفية بيجي قلبي ليوقف. أنه وينها؟ عايشة ولا ميتة؟ لك عايشة بطريقة ظريفة ولا عم تتبهدل وتنزل؟ محترمة ولا بتسبب لنا شي فضيحة؟ فكرك في ليلة أنا ما بفكر بهدول الشغلات قبل ما نام؟ بقى الله يوفقك، ما في داعي تذكريني هلأ بهذا الحديث، بكفيني مو؟ طيب طيب حبيبي خلص ولا يهمك. أنا آسفة والله عم بحكي بس من قهري، بعتذر والله. ولا يهمك حبيبي. اللي بيشوف الأب اللي أبيته وقت درت بقصة الحلاق. شو صاير لك أمي؟ وطي صوتك. من شان الله هلأ هذا الصوت علي رح يسمعه وائل بقوطه. يا بركي كان عم يتسمع عن قصد، خلص وطي. شو يا؟ شايفتك صاير حارس كتير ما حدا يسمع القصة. هذا اللي كنت عم قلك إياه، اللي بيشوفك كيف أبيت بقول ما رح تخلي ولا رح تبقي. هلأ صدك تموت القصة وما بدك حدا يدرى؟ لك أمي أنت ما عندك لا شغلة ولا عملة إلا أنك تبهدليني وتلوميني.
عم بقول لك رحنا لعند الزلمه وما لقيناها، بعدين الزلمه اقنعني انه ما بيعرفه بحياته ما شافها، شو بدي اعمل له؟ وبصراحه اكثر انا ما بدي حدا يدرى، يعني اذا كنت عم حاول لملم فضايح بنتك الكتيره برايك بكون غلطان؟ يسلمون جهادو. لا يا صلاح ولو، مع انه زعلتني منك ليش ما اجيت تتغدى معنا؟ ها لك ايه شو كل يوم يا زلمه فهمنا. لا يا صلاح شو هالحكي هاد، نحن واحد يا رجل. بعدين ما تنسى انه حضرتك مسبق ومسلف بكل شيء. والله العظيم بلا هالحكي هلا والغلاظات معقول تحكي معي هيك؟ سلم على مرتك. الله يسلمك. الين صلاحو. صلاح شبك شو في؟ لك كأنه هي روبا اللي كانت بهداك التاكسي، لك هذا اللي لف هلا. أكيد ولا؟ والله كأنه هي. معقول يا زلمة؟ هلا مالي متأكد 100%، بس ظلت عم تطلع عليك لحتى فتت على البناية، بعدين قالت للشوفير إنه يمشي، أو يمكن لاحظت إنه أنا انتبهت عليها ما بعرف. بس بتعرف إذا كانت هي؟ إيه شو بيكون يعني إذا هي؟ يا سيدي إذا كانت هي بتكون هي المخلوقة بتحبك بطريقة ما بيتصورها العقل، يعني ابصر قديش صار لها قاعدة بهالتاكسي لحتى تلمحك لمحة. إنه بتكتفي بهاللمحة يعني؟ ما بتعرف بيتي ظلت هون قاعدة 3 شهور. لا حول ولا قوة إلا بالله، أخي ما بتعرف ظروف العالم شو هي. بعدين لا تكابر لك صلاح، لا تكابر، اعترف. إذا كانت هي بتكون بتحبك بطريقة فظيعة، حب غير عادي. إذا يلا سلام. الله معه. سلامات. أهلين. أهلين. أهلين وائل، كيفك؟ كيفهم أهلك؟ إن شاء الله بخير. تمام بخير. إيه الحمد لله. شو هلا جايين من المدرسة؟ إيه والله يعني مثل ما لك شايف. برافو عليكم. شدوا الهمة، هالسنة بكالوريا بدها هز كتاب. صحيح بدي أسألك، شو عاد صار معكم بموضوع هذا الحلاق؟ حلاق؟ أنو حلاق؟ لك شلون أنو حلاق؟ مش ما حكى لك هذا سامر البطيخ؟ او اخوك ما حكى لك؟ اخوك اكيد بيعرف. لك 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 العم على هالخبصه هي، بس ما يكون ما بدهم يحكوا قدامك وانا حكيت. يعني شو عم تحكي زياد؟ فهمني مشان الله. لك مو عرفوا بيت الحلاق يلي ضلت اختك قاعده عنده فتره بعد ما تركت بيت سامر؟ عرفوا. ليش انت ما ادري؟ لا والله اشرح لي انت. لا اخي شو بدي اشرح لك، بلكي ما بدهم يحكوا قدامك يا عم. هلا بينقلوا مني لانه حكيت، خاصة هذا جاري ووشه بوشي على طول، أكيد رح ينقرق. لك مين هذا اللي جارك؟ الحلاق؟ لك إيه الحلاق، بس مو جاري بالبيت، جاري بالشغل. أخي الله يرضى عليك، انسى إني جبت لك سيرة. امشي أختي امشي، خاطرك.
وبعدين معاه. خير في شيء؟ ايه نعم في، لحقني من اول ما طلعنا من المدرسة. بس؟ بس شو؟ بس من اول ما طلعنا من المدرسة. لكن من امتى؟ لك يا مجنونة انا لاحقك من اول ما طلعنا على وش الدنيا. قبل فلسفة. شو فكرتيني عم بمزح؟ ما بيهمني. ايه بس انا بيهمني. شو بيهمك؟ بيهمني انه تعرفي انه انا لاحقك على الدعسة، ومن اول ما طلعنا على وش الدنيا عن جد. لك مو في غنية صحيح بتقول انه البنت بتكبر قبل الشاب؟ بلشنا سخافة هلا؟ لك عن جد؟ هي البنت بتكبر قبل الشاب؟ ايه وشو يعني؟ شو دخل هاد باللي عملته فيني؟ اللي عملته فيكي؟ دخلوا انه انت كبرتي قبلي. انت خدعتيني. انا خدعتها؟ ايه خدعتيني. مو بعلمي كنا نمشي سوا وناكل سوا، نحب نفس افلام الكرتون، نلعب على الاسطوح طميمة دور عليكي وتدوري علي. عم فجأة مدري شو اللي تغير. ما بتذكر انت بالضبط، يمكن كنا صف سابع ثامن. عم فجأة بلاقيكي هيك كبرتي بسرعة كتير، وطلع لك هيك شغلات، وصرتي صبية وانا لساتني صبي. ايه بس ضلينا رفقات. لك ايه ضلينا رفقات، بس في شي تغير. شو هو؟ انه انت صرتي قدامي كتير وانا وراكي، وعلى ركض يا نهلة. لك ما عاد لحقتك. بتصدي كنت كل الوقت نام مقهور وفيق مقهور وما اعرف ليش. قام اخر شي عرفت، حسيت انه انت عم تكبري وانا ما عم بقدر الحقك، وضلت القصة هيك لحتى صرنا بكالوريا. قام هون حسيت بقى انه اجت فرصتي انه اثبت لك انه انا زلمة، انا رجال، او انا كنت حابب اعمل زلمة. قام صرت دخن واعمل هدول الحركات اللي لهم علاقة بانه انا صرت كبير، وانت ما كان في قدامي غير انه تعملي المرأة، اهو تعلميني شو يعني المرأة. بس انا عملت، انت اللي ما بين معك. ومين قال لك؟ فصلك الناقص اللي عملته معك. لك انا غلطت ايه غلطت، بس انت هيك يعني بدك تكبي 17 سنه وتمشي؟ طيب وانا ما عم بدي امشي. بكره بتلاقي ألف بنت تمشي معها بالجامعه. ايه بس اكيد ما حلاقي بنت اكل قتله من المدير كرمالها عشان غطي عليها اني كسر الشباك الصف. ايه حاجتك بقى. لك ايه وما حلاقي بنت طعميها سندويشتي لانها نسياني سندويشتها بالبيت، وانا ضل كل نهار جوعان. بالله شو، وانا كمان كنت طعميك سندويشتي. ايه بس ولا مره اكلتي قتله من رفقاتك لانه كانوا عم يتمسخروا علي وانت كنتي مقهوره كتير. هلا لشو بدك توصل من كل هالذكريات؟ بدي اقول لك انه انا مستعد اكل قتلات كرمالك كل العمر. ايه ما بدها تاكل قتله، بطل الدخان. لك رح بطله بس بعد كم يوم. بعرف، بعد 3 ايام. وليش يعني بعد 3 ايام؟ لانه بيكون عيد ميلادك. متذكرة؟ اي نعم، بس كنت بدي طنشك مشان اقهرك. يخرب بيتك، بتعرفي انه كنت طقيت؟ خرجت لحتى تتعلم. ايه تعلمت. ورجيني لشو؟ انا والله ما عم بفهم، ولا عم بقدر صدق. انا وانت متجادلنا كثير وحتى تخانقنا، بس بالنهاية تفاهمنا على كل شيء، والأهم من هذا كله إنه ما بتمد إيدك على أختك. كمي أنت بدك تضلي تكبري براسها لأختي لحتى بالآخر تجيب لي فضيحة؟ ها زياد، لا تخليني أقسى عليك بالكلام. فهم بقى، أختك مرباية، مستحيل تعمل شيء غلط. يا ستي يا ريتني صورت لك إياها للخانم كيف كانت ماشية هي وياه، كنت صدقتيني، كنت قلتي معي حق. لك ليش كيف كنا ماشيين كيف؟ مو حرام عليك تفتري علي؟ لك خلصينا بقى، لا عم افتري ولا بطيخ. كيف كنتوا ماشيين يعني؟ مبينين اشكرا انمي، مبينين هي وياه مصاحبين. لك انت ليش شو شفت لحتى عم تحكي هذا الحكي؟ ماما وحياتك كنا ماشيين بكل ادب واحترام، بعدين انت كيف بتقدر تعمل هيك؟ قال اجا وسلم وهيك كتير بشوش وعم يضحك وكتير عادي، بس مشان يزت له هالكلمتين للمسكين. هالكلمتين للمسكين؟ لك شايفه امك، لك شايفه كيف بتحكي؟ عم تدافع عنه وخايفه على مشاعره، ما شاء الله حولك. اسمع كلمه ما راح ارجع عيدها من هلا ورايح، اختك ما بتتدخل بامورها نهائيا، عم تفهم؟
إلا إذا لا سمح الله شفتها شي مرة عم تقلل أدب، وهذا الشي مستحيل يصير لأنه تربيتي وبعرفها. بعدين مزبوط معها حق، أنت شلون تتصرف هيك مع وائل؟ مو حرام؟ شو هي القصة اللي حكيت له إياها عن جارك وما جارك؟ قصدك صلاح؟ إيه صلاح. هاي القصة تركيبة ولا مزبوطة؟ يعني ربا فعلا قعدت عند صلاح؟ كلمة طبعا قعدت عنده، شو لكان عم افتري عليه للزلمة؟ وانت من امتى بتعرف؟ يعني مو من زمان، من شي اسبوعين، شو بيعرفني ما بعرف. ومنين بتعرف؟ كلمة من وين بدي اعرف يعني، ما الزلمة جاري وكل الجيران صاروا يعرفوا، القصة انطبلت. ما اساسا لانه القصه مطبوله، انا كنت مفكر السيد وائل بيعرف، فما حدا يقول لي زتيت له كلمه ما زتيت له كلمه ويخاف على مشاعره. بكفي طريقه حكيك لحاله، مثل كانه حدا عم يعير الثاني بشيء عم يذكره بشيء اصلا قاهره. لك ليكي لك ليكي كيف بتحكي عنه خايفه على مشاعره الخانم؟ اسمعي امي، قصة انه ما لي علاقه فيها هي القصه ما عم تدخل براسي، يعني هي البنت اختي وسمعتها بتاثر على سمعتي، فعفوا يعني مالي ناطر منك امتى تقلي لي لازم احكي وامتى ما لازم احكي، عم تفهمي علي؟ زياد وقف. بلا زياد بلا بطيخ. لك اهلا وسهلا، نورتي بيتك. تسلم، منور بصحابه. لك شو صحابه؟ انت صحابه وليك على حكي. الو الو فؤاد، لك لا لا طالع الدرج هلا وصلنا. الله يسلمك يا رب. طمني عنك، كيف الشغل؟ ايه عال عال. شو هالحكي؟ الليلة؟ ايه خلص ولا يهمك، مشي مشي. يلا مع السلامة. حبيبتي فؤاد وسحر عازميننا اليوم على العشاء. والله؟ طيب على الأقل كنت قلي، خبرني يعني. لا 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 اتحركي. شكرا على الرسالة. حاستك ما حبيتها؟ لا بالعكس طرأ لي فيها، حتى
بالعلامة أنا وطالع من أوضتي شفتك متسطحة هون ما صدقت. صرت أفرك عيوني فكرت حالي عم بحلم. مشان هيك فتت عملت فنجان قهوة بركي بصحصح بشوف حالي إذا عم بحلم ولا لا. ليش ما فيقتني؟ مشان ما تحل علي اللعنة. أي لعنة؟ مو بيقولوا الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها؟ هي مشان ما تحل عليك اللعنة الفتنة فائت لحالها. تشربي قهوة يا فتنة؟ مانك عامل حسابي؟ لا تأخذيني والله ما عملت حسابك. خفت لأنه اطلع لقيكي مانك هون. حاكم إليك بالعادة تعمليها بس ولا يهمك. ثواني بتكون قهوتك جاهزة بس مشان الله لا تتحركي. ربا؟ نعم. لا بس عم بتأكد إذا لساتك موجودة ولا لا. صباح الخير. يا أهلا وسهلا. صباح النور أستاذ سامر. في إلك عندي رسالة. رسالة؟ شو الحكي؟ من مين؟ من ربا. هلأ هي كتير كانت حابة إنك تعرف مع مين هي كانت بالليلة اللي أنت قلعت فيها. مع مين؟ الأستاذ شو؟ المهم بيكون جوز أختك. تذكرت. فؤاد صح؟ شو عم تحكي؟ فؤاد؟ أنا آسفة كثير بس يعني محملة أمانة لازم أني خبرك إياها. يلا بالإذن. فؤاد على فكرة ما بالضرورة يكون هالكلام صح. بالعكس هذا هو الكلام الصح. فؤاد لحمة أنا بورجيك يا فؤاد الكلب. أنا بورجيك. دايما أنستي وشرفتي. أهلا وسهلا. صلاح ما لي عرفانة شو بدي قلك وكيف بدي بلش بس الكلمة الوحيدة اللي عم تدور براسي اللي حابة أقولها هي سامحني. عفوا سامحي؟ ليش أنتي شو عملتي حتى سامحي؟ صلاح أنا جاية لحتى أحكي لك. وإذا عن شو؟ عني. ومين قال لك إنه أنا بدي أسمع؟ ما بدك؟ أنا ما قلت ما بدي. أنا عم أسألك مين قال لك إنه جعبالي اسمعك أو مثلا جعبالي شوفك؟ إذا مانك حابب تشوفني اللي روحي بروح. لا بالله إنه على أساس إنه أنت ناطرة أوامري لحتى تمشي. مليكك أول مرة رحتي ما سألتيني. هديك المرة ما كان عندي خيار تاني كان لازم أمشي. أنا كمان لازم أمشي. هلا هي الحقيقة إنه ما حلوة مني بس أنت ما تركتي لي خيار تاني. Thank you.
صلاح، قبل ما اروح لازم اقول لك شيء. شو القصة؟ ممنوع حدا يفوت قبل ما نفتشه. حتى أنا ولا تحديدا أنا؟ هيك أوامر الأستاذ فؤاد. شو هم؟ الأستاذ سامر. خليه يتفضل. تفضل. شو يا صهر؟ صار الفوت اللي عندك اصعب من الفوت عند وزير الداخليه، شو القصه؟ يعني انا من حقي افكر انك ممكن يكون في عندك نوايا ضدي. بعتذر عن التفتيش. على التفتيش بس؟ ولا في شيء ثاني حابب تعتذر عنه؟ تفضل ارتاح، خلينا نحكي. سامر، أنا بعرف إنه ما في شيء بالعالم ممكن يشفع لي. أنا غلطت، بكل تأكيد أنا غلطت، بس يعني إذا سمحت لي أحكي لك القصة من بدايتها وبالتفصيل، يعني عم أقول يمكن تقدر تفهم موقفي. بسمع شرف، يلا. بحبني؟ ما بحبني، بحبني ما بحبني، بحبني. بعدين صلاح، إذا مفتكر إنك هيك عم تعاقبني تكون غلطان. إذا بدك تعاقبني افتح الباب. باب البيت لما باب غرفتي؟ باب قلبك، وبوعدك هي تكون آخر مرة. لك. أنا كمان اشتقت لك. افتح الباب. مو قبل ما أعرف ليش هيك سويتي. جيت لأحكي لك. هيكني عم بسمعي. نقفل الباب. سبق وتركته مفتوح. أنت رحتي.
عشان هيك قفلت الباب واخذت المفتاح. انت كمان قفلتي الباب واخذتي المفتاح. انا لك ايه؟ انت لما حملتي حالك ورحتي بدون ما حدا يعرف ومن دون ما تقولي ليش رحت؟ لاني بحبك. كذابه. ما حدا بيحب التاني وبيعمل فيه هيك. ما حدا بيحب التاني بيروح بدون ما يقوله ليش رايح. لاني خايفه عليك. من مين؟ من قصصي اللي ما كانت تخلص، من سامر ووسام وفؤاد. مين فؤاد؟ ظهره لسامر. ليش هذا شو دخله؟ أنا كنت عنده لفؤاد ليلة اللي هربت من البيت. شو؟ كنتي عم تصير زوجي؟ ولك عم بسألك ردي. ها؟ شو؟ كنت عند فؤاد. انتي وحده حقيره، انتي وحده واطيه، انتي رخيصه، انتي رخيصه. وليه انتي مره رخيصه؟ عم تفهمي ليه؟ لعمة لك في مره هيك؟ لك في مره بالدنيا هيك؟ في مره بتخرب بيتها بتخرب بيت اللي حواليها؟ لك انتي مو بس بلا شرف وبلا اخلاق، انتي مو بس بلا شرف وبلا اخلاق، انتي بلا ضمير. لك كيف بدلتي؟ كيف لك انتي ما فيكي زرع ضمير واخلاق حقيقه؟ ولك فؤاد مشان الله بقى افوت بالموضوع، لسه جايك بالحديث جايك بالحديث، حاجه تشرح لي تفاصيل الا طعمه وما لها طعمه. اخي شو بدك تصير؟ انت ملاك وهي شيطان؟ خلاص مثل ما بدك، انت ملاك وهي شيطان، بس اللي كيف اجتمعتوا؟ كيف بلشت القصة؟ من هون من عندي من الشركة، من مكتب معتز. من حوالي كم شهر أنا ركبت نظام لمراقبة المكالمات الهاتفية بين الموظفين هون بالشركة. مو لأي سبب، بس هيك لحتى أطمئن إنه ما في شيء عم بيصير من ورا ظهري. يعني بقصد بخصوص الشغل. مرة بالصدفة سمعت معتز عم يحكي مع وحدة. طبعا يعني ما اضطريت كثير اتحذر لأعرفها. عرفتها من صوتها انها ربع. وصرت اتنصت عليه هو بالذات. وفهمت بعدين انه في بيناتهم علاقة. ايوه، قمت بدال ما تخبرني لقيتها وحدة سهلة وانبسطت عليها. لا يا رجل، شو عم تحكي انت؟ الله يشهد أنا ما اتصلت فيها إلا لحتى حذرها من الشيء اللي عم تعمله وردها لجادة الصواب. كتر خيرك والله، وليش ما عملت هيك؟ يعني هو أول فترة كان صعب، يعني كان لازم يعني أحكي معها بعيد عنك وبعيد عن سحر. ما صار في مجال وانتظرت الفرصة المناسبة. وأفضل فرصة مناسبة كانت لما طلعنا على الضيعة مشان نعزي، ما هيك؟ بعثت لها رسالة حاكيني ضروري، خبرتني وقمت قلت لها انه انا بعرف شغلات عنها وضروري تيجي لحتى نحكي. قام بدل ما انت تصلحها هي صلحتك. حقك تحكي هيك، بس انا بتحدى اذا في رجال بالعالم ويكون بمحلي بيقدر يقاوم اللي عملته. وحده فظيعه يا رجل، شي ما بيتخيله العقل. اي انا بعترف، يعني ما راح انكر، للاسف ضعفت. وبدل ما استفيد من الورقه يلي بايدي لحتى اضغط عليها وردها لجاده الصواب، هي صار عندها شيء تبتزني فيه. لحظه الضعف اللي مريت فيها وصرت اذا بدي افضحها واحكي لك قصتها مع معتز، هي بدها تفضحني قدامك وقدام سحر. اضطريت اسكت وفكرت يعني انه القصة انتهت على خير،
وارتحت لحد ما رجعت خبرتني بعد ما هربت من عندك بفترة وهددتني إذا ما بلاقي لها مأوى تتقاوى فيه بدها تفضحني. كانت عندك؟ كانت عندك؟ مثل 60 موتة لا أعرف وينها. كانت عندك والله حرام حرام. يا عبد الكلب يا اطلع من روحك يا عبد الكلب يا عبد يا عبد الطبيب الله لا يوفقك يا الكلب الله لا يوفقك يا ابو الحرام والله حرامك يا عبد الكلب. بس اللي وينها؟ وين الخبية؟ شو بيعرفني؟ بتكون رجعت لعند الحلاق. بعدين الشغلة ما بدك كل هذا الانفعال. سمرا إذا ساتك متأزم روح لعندها بتلاقيها عنده. بس مشان شو يعني؟ ليش لسه بدك إياها بالله؟ بتحبها؟ قلي قلي أنت بتحبها؟ فكر بينك وبين حالك بتحبها؟ أو من الأساس حبيتها؟ شحطو؟ صلاح خليني روح خليني روح أحسن. لعبيد المرة ما بعرف بس ما عاد أقدر شوفك عم تعمل بحالك هيك. مو أنا عم بعمل هيك بحالي، أنت هيك عم تعمل فيني، أنت هيك عم تعملي. بس ليش ما بعرف؟ أنا قصرت معك بالشي لحتى تعملي معي هيك؟ أنا بستاهل منك هذا الشي؟ صلاح أنا كل شي عملته كان قبل ما أعرفك، بعد ما عرفتك تغير كل شيء. ولك كذابه 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 كذابه. لك يا ولد تغير فيك شيء؟ ما هربتي؟ هربت لعند اهلي. من مين؟ من اهلي ومن اهلك. لك ما حدا بيقدر يوصل لك وانت هون. بلا في مين وصل لي وهددني. مين ها؟ حدا ما بعرفه. امتى؟ بعد السهرة اللي سهرناها هذاك اليوم. ثاني يوم شي الساعة 1:30 الظهر كنت قاعدة عم بقرا، دق الباب استغربت لأنه ما في بالعادة، فكرتك أنت. بس طلعت بالساعة قلت لسه بكير عليك وأنت معك مفتاح. طلعت من العين يمكن أحس علي، عم قال لي بعرف إنك جوا افتحي. فتح زيلو؟ صار يدق أكثر وبلش يرفع صوته ويهددني. ولما حس إني ما رح أفتح له قال لي قربي على عين السحرة، حط شاشة الموبايل ورجعني صورة لي وقلك نحن متعانين نحن راجعين من السحرة. نادر الكل ابن مرت أبوك. شو صار بعدين؟ ما كان عندي حل تاني حتى يروح غير اني اوعده. توعديه بشو؟ قلت له انه اذا بيجي بكره بكير بفتح له. لك ليش 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 ما حكيتي معي؟ ليش ليش ما اتصلتي فيني؟ ليش ما اتصلتي فيني؟ شو بدي اقول لك؟ انت متخيل لو اني قلت لك وكنت ناطره هون ثاني يوم؟ متخيل شو كان صار؟ متخيل لو قال لوسام او لسامر؟ المرأة اللي هربت من جوزها غير المرأة اللي هربت منك. أنا هربت من سامر لحتى أحمي حالي، هربت منك لحتى أحميك. هديك المرأة أنا خلصت منها خلاص. أول ما أجيت لعندك كنت خجلانة ومن العالم ولا من الفضيحة، كنت خجلانة من حالي. بس اليوم لا، من أول ما عرفتك عادت حالي
انه قبلت فيني وان ما قبلت ما حد رح اعمل شيء اخجل من حالي منه. خلاص بعدين بقول لك. لا تاكلي هم انتي. لك لا لك روبا شو عم تعملي؟ عم بعمل لك مغريات لحتى تقتنع انه تتزوجني. انا مقتنع من دون مغريات. تتزوجيني؟ شو؟ عن جد عم تحكي؟ والله جد الجد. بتصدقني إذا قلت لك عندي استعداد موت هلا؟ لا حول ولا قوة. لك يا أختي بعيد الشر، ليش هيك عم تحكي؟ ما عندي مشكلة، هذا يكون آخر يوم بحياتي. لك أختي أنا عندي مشكلة، يعني على القليلة خلينا نتزوج. على إيه ناس بتقول يا حرام ترمل بيوم عرسه؟ هتعمل لي عرس؟ لك طبعا عرس. لك بس شو عرس؟ اي والله ليكون احلى عرس بالدنيا وتلبسي فستان ابيض. لك اصلا نحن شو ناقصنا؟ لما كنت مراهقه حضرت فيلم اجنبي، البطله باخر الفيلم بتقله جمله للبطل حبيتها كثير وحفظتها، وكنت دائما اتخيل انه هيك التقي بشي رجال اطلع بعيونه واقول له اياها. مرقت فترة خلص ما رح لاقي هذا الرجال، رح موت وما رح لاقي. معلش قلك ياها؟ هذه نشوف. بس لا تضحك، هي بالفصحى. شغل مثقفين يعني الكلمة؟ إذا بدك تتمسخر ما رح أحكي. لا خلص والله ما رح أتمسخر، هاتي نشوف. أنت رجلي. حبيتها. عيديها كمان مرة بالله. أنت رجلي. أنت رجلي. روبا 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 رجلي العزيز، حبيبي، صديقي، زوجي، ما في فرق، كل الألقاب بتنطبق عليك. بعرف إنك بتستاهلها كلها، بس ما بعرف إذا كنت أنا بستاهلك. مشان هيك بترجاك تفكر منيح قبل ما تقرر. إذا كانت الشفقة هي اللي بدها تجيبك لعندي، كرمالي لا تجي. خليك بعيد، روح كمل حياتك أو بلش بحياة جديدة. دور على الحب اللي كل عمرك كنت عم تحلم إنك تلاقيه، وإذا صار وصادفته تمسك فيه منيح، لأنه أنا كمان بأقل من الحب ما رح أقبل.
جيبه معك وتعال رح تلاقيني ناطرتك. تعال مو لأنك وعدتني تجي ولا لأنك بتعرف إني ناطرتك، مو لأنك قلت كلمة وما بصير ترجع فيها، ولا لأني فرحت لما سمعتها منك. إذا بدك تجي بترجعك لا تجي إلا لسبب واحد، إنه بدك تجي، أنت بدك. أنا وياك منعرف إنه في قدامك 100 طريق وطريق، فيك تختار أي واحد منهم، وأنا وياك منعرف إنه في كتير طرقات أسهل وأقصر من طريقك لعندي. لهلأ عندك فرصة تنسحب، لهلأ فيك تقول أنا بطلت وما عاد بدي، بس إذا حسمت أمرك واخترتني من بين 100 طريق اخترت الطريق اللي بيجيبك لعندي، حط ببالك من هلأ أني ما بقى أسمح لك تغيره. حط ببالك أنه على قد ما بحبك ما بقى يكفيني منك الحب وحده. أنا بعرف أنك بتحبني وبوعدك أني ما طالبك تضل تحبني، بس أكيد ومن هلأ ولبعد عمر كامل لقدام، بكل لحظة وبكل ثانية ودقيقة ويوم وأسبوع وشهر وسنة، رح ضل أطلب منك أنك تحترمني. تأخرت عليك ما؟ شو ساوي يعني؟ عندي حكي كتير بدي قلك يا، عندي مشاعر وأحاسيس كتيرة بدي عيشها معك، عندي أحلام. يا لطيف شو عندي أحلام، وجاي على بالي نحلم فيها سوا. هي العمى على هالنسوة، تخيل كنت بدي انهي هالرسالة من غير ما أقلك وين أنا. صلاح أنا رجعت عبيت أهلي، رجعت لحتى أقول لأمي سامحيني، بعرف أني خزلتك، مو لأني ما طلعت بشبهك، لا لأني ما قدرت أشبه حالي. رجعت لأقول لأخواتي سامحوني، مو بس لأني وطيت راسكم، كمان لأني ما عملت شي بحياتي أقدر أرفع راسي فيه. إذا ما بيمسح الفضيحة إلا توب الكفن، أنا قبلانة ألبسه. بعرف إنه هالدنيا عطتني فرص كتيرة، ياما مدت لي إيدها وسندتني لحتى ما أوقع، وياما مسكتني من إيدي وقالت لي من هون وشدتني لعندها، ياما لوحت لي من بعيد ومن قريب، بس أنا ما انتبهت. رجعت اليوم لحتى أنا مد لإيدي، لحتى إلا لا تزعلي مني، ما عرفت قيمتك، مشان هيك ما عرفت قيمة حالي. بدي إلا يا دنيا أعطيني فرصة أخيرة، أعطيني فرصة وبوعدك هالمرة أتمسك فيها، وعدك إني رح أعمل المستحيل لحتى ما ضيعها. إذا صدقتني وعطتني هالفرصة رح أكون ناطرتك ببيت أهلي بين أمي وإخواتي، ولما تدق الباب رح أقوم أنا أفتح لك، رح أسحبك من إيدك لعندهم وقول لهم هذا رجلي، هذا البني آدم اللي علمني الحب. إذا الدنيا ما رضيت تعطيني فرصة أخيرة، صدقني ما رح أزعل. بتعرف ليش؟ لأنها بتكون حسيت إنه في حدا تاني بيستحق أكتر مني، وهالحدا هو أنت، وهالحدا هو أنت، وهالحدا هو أنت.
الحمد.